واتكلمنا شويه عن المول بتاعنا اللي احنا واخدينه على الارض نفسها. تمام. هي الموضوع كان متاخر قوي، المفروض الكلام ده في الاول عشان تعرفوا تشتغلوا عليه بعد كده، فهو كان متاخر شويه، ما كانش هيبقى ليه لازمه. تمام. طيب المدارك ان شاء الله هنتكلم عن المشروع اللي انتوا واخدينه، هو مشروع نيف. تمام. طيب هي معلومه كده بسيطه يعني لازم تبقوا عارفينها، اي مشروع بتاخدوه في الكليه يبقى ليه هدف معين، لو حققت الهدف ده بتاخد درجه عاليه، بغض النظر بقى مشروع حلو ووحش، هو مشروع ليه هدف، فلازم تحقق الهدف من المشروع. معلش يا راجل يقفل الشباك عشان الصوت عالي قوي. طيب لحد دلوقتي احنا قلنا خدنا مشروع فيلا صح؟ خدتوا فيلا وبعد كده المول، خدتوا حاجه ثانيه؟ طيب لحد دلوقتي كان المشاريع بتاعتنا كلها عباره عن مبنى واحد، يعني الفيلا هي مبنى، مبنى فيه كل حاجه، بنعمل زونينج للمبنى بالاوض بتاعته بالكوريدور او في لوبي في النص، بنعمل الكلام ده كله، بعد كده بتطلع مبنى. بعد كده خدنا المشروع بتاع المول برضه كان مبنى واحد، بس هو كان الافكار اللي فيه او الهدف منه انك تتعلم ازاي تعمل مبنى كبير فيه استخدامات كتيره، في مديول اللي هو المحلات اللي كانت موجوده، فاللي هتلاقوه حل المشروع بتاعه بالمديول صح، اللي هو بقى المديول التصميمي او المعماري والمديول الانشائي، وبدا يعمل تغطيه للمبنى بشكل كويس اللي هو الاستراكشر بتاعه، هتلاقوه في الاخر جاب درجه عليه. تمام. طيب مشروع نادي بقى ايه الهدف منه او احنا واخدينه ليه عشان نتعلم فيه؟ ايه؟ عشان نتعلم منه. ماشي، تصميم لاندسكيب. وايه تاني؟ ايوه بالظبط، الخلط بين الفراغات والكتل. ايوه، في بقى فرق، ده مصطلح جديد، قبل كده كنا بنشتغل على ان انت بتعمل علاقات وظيفيه بين فراغات، يعني مثلا اوضه النوم والصاله، ازاي تبقى علاقتها مثلا مع المطبخ والحمام اللي هي الخدمات، كل الحاجات دي بتبقى علاقات ما بين فراغات معينه، لكن احنا المره دي هتبقى في علاقات ما بين كتل، فالمشروع مش هيبقى بس حاجه كده كتله واحده بتبدا تشتغل فيها، لا المشروع هيبقى مفروض. فكره ان المشروع بدا يتفرد وبقى في كذا كتله وفي في النص لاندسكيب، الاوبشنز او الحاجات انت ممكن تطلعها في حاجه زي كده بقت كتيره جدا، لان انت مش شغال جوه كتله، جوه كتله ممكن تبقى مثلا مستطيل هتحلها بشكل معين باي شكل وظيفي، او ممكن المستطيل ده تحول لدايره، ممكن يبقى ليه شيب معين، في الاخر هي كتله واحده، لكن جاست ان هو بقى كتل كتير، الموضوع بقى فيه اوبشنز كده. تمام. طيب فاحنا عايزين نعرف ازاي نتعامل يعني مع مشروع فيه كتل كتير بالشكل ده. تمام. طيب بشكل سريع كده، لو انا عندي مشروع فيلا، امسك المثال على الاقل بتاعتي، كنا بنبدا نعمل الزون بتاعنا ازاي؟ تقول مثلا ان انا هدخل اعمل صاله مدخل، وبعد كده ممكن اعمل هنا مكتب، ممكن في الوش هنا يبقى فيه ريسبشن، ممكن يبقى كبير شويه يبقى كانه ثلاث قطع، ممكن هنا مثلا اعمل المطبخ حمام، ممكن احط بقى سلم في الحته دي عشان يطلعني في الدور اللي فوق، اطلع فوق الاقي مثلا هنا نفس السلم، وهنا قدامه خدمات، وهنا اوضه اثنين ثلاثه وباصين على الفيو اللي هو الناحيه الثانيه، او ممكن يبقى في اوضه كمان وهنا وهنا، يبقى في النص كده بلكونه بس على الشارع، كل ده انا بعمل زونينج. تمام. طيب ايه اللي بيربط الفراغات دي كلها ببعض؟ هتقول لي ان هنا مثلا في لوبي صح. طيب لو الموضوع اكبر من كده شويه، اللوبي بدل ما هو نود هيبقى حاجه كبيره كده، هتجمع كل دول مع بعض، ادي اوضه اثنين ثلاثه، ده اسمه ايه؟ الكوريدور. تمام. طيب لما بنشتغل على فراغات مع بعضها سواء جوه مبنى او حاجه بالشكل ده، يعني بنتعامل مع الموضوع ان احنا بنجيب فراغات وبنربطها مع بعض بلوبي او بكوريدور. تمام. نفس الموضوع ده على مشروع كبير، هتقول لي مثلا ان دي كلها الارض بتاعتي وانا عندي خمس مباني، عندي مثلا مبنى هنا اللي هو مدخل الاستقبال والاداره، وبعدها بروح مثلا على مبنى هنا اللي هو بتاع اللي فيه القاعه او الصالات، مبنى هناك مثلا فيه المطاعم والكافتريات، مبنى هنا مش عارف فيه كذا. انا لغايه دلوقتي كزوننج ممكن حد يقول الموضوع صح،
عادي انا بدخل المبنى ده بطلع اتمشى في اللاندسكيب اروح للصاله، بطلع اتمشى في اللاندسكيب اروح لهنا، اطلع اتمشى اروح للمطعم او الكافيتيريا، وفي الحته دي كلها يبقى في لاندسكيب تمام. بس هنا بقى في مشكله بسيطه، ان مفيش حاجه ربط الكلام ده كله ببعض. مش هيطلع لك في الاخر لما تيجي تبص على اللاي اوت، هو الفكره في اللاند في التصميم المشاريع دي انك تصمم لاي اوت مظبوط، فانت هتيجي تبص على اللاي اوت هتلاقي كل حاجه لوحدها، مفيش حاجه ربط الكلام ده كله ببعض تمام. فهتلاقينا واحنا بنصمم الفراغات بدل ما بنشتغل على فراغات هنا زي في الفيلا، بنشتغل على اللي جوه، بنشتغل على فكره اللوبي والكوريدور، بس هنا بيبقوا اسمهم بلازا او لو في كوريدور مثلا حاجه طويله كده بيبقى اسمها الاكسس. اللي هو المحور بتاعه تمام، محور الحركه بتاعه ده بيبقى بدل الكوريدور، والبلازا بتبقى بدل اللوبي تمام. طيب المشروع ده عشان تحس ان هو مربوط، انا حطيت بلازا وحطيت حواليها الاكسس صح. هتلاقي بقى بعد كده لما تيجي تحط الكتل دي هتقول ان انا هخليها طالعه مثلا من السنتر بتاع البلازا ده كده، هي في هنا كتله وهنا ممكن تعالينا وهتلاقي الكتله دي اتقلبت بقت على الاكس ده، بقت حاجه عامله كده. يبقى في هنا مثلا ممشى ليها والكتله دي بقت طالعه من الاكس ده بقت عامله كده. الكتله اللي هناك في الاخر ممكن تلاقيها بقت واخده نفس المديول بتاع الدايره بقت عامله كده. فهتلاقي الموضوع فجأة تحس ان بقى حاجة فيه حاجة ضبطهم ببعض، اللي هي ايه؟ الاكسس اللي انا بقى اول ما بدخل ده بقوم ماشي عليه كده، فبلف على الكتلة دي ودي ودي، وفي الاخر ممكن اكمل الاكس كده فيجيبني عند الكتلة اللي في الاخر تمام؟ طيب وهتلاقي ان بقى في بلازا في النص، حاجة فورم معروف يعني الدايرة اللي موجودة دي، فهتلاقي طالع منها مديول بيحل لك كل الكتل اللي حواليها دي. فتيجي تحل اللاندسكيب هتلاقي وانت بتعمل لاندسكيب مثلا تقول انا هعمل طب ممرات حركه هنا كده مثلا متقطعه طالعه من الميديول ده، او لا انا ممكن اخد الكتله دي اعمل هنا بقى حاجه كده رجوله مثلا هنا واحده وهنا واحده وهنا واحده، يبقى في لاندسكيب في النص، او ممكن اعمل ميه هنا في الجزء ده. هتلاقي نفسك بعد كده بتخش في تفاصيل لاندسكيب تمام. طيب لو فهمتوا اللي انا قلته يعني، لو فهمتوا هتعرفوا ان هو الفكره كلها ان انا اعمل لاي اوت مربوط كله ببعض. فعشان نربط الحاجات دي كلها ببعض هنشتغل على البلازا او الاكس تمام، عكس الكلام اللي كان او عكس لما كنا بنعمله مثلا في فيلا او في مول، اللي احنا بنحط الفراغات الاول بعد كده نشوف هنربطها ازاي، نحط الكوردو يجيبهم مع بعض، وبيبقى المبنى نفسه في الاخر طالع هو شكل الفراغات بتاعتك. يعني مثلا لو افترضت ان انت كنت حالل الموضوع مثلا الشكل ده، بدل ما هو كده كنت مخليه مثلا الاوض اطول وهو معمول كده، فهتلاقي في الاخر المبنى بتاعك طالع عامل كده. هنا مثلا المدخل، وفي الاخر الاوض اللي هي على الكوريدور ده هي اللي موجوده ورا صح؟ اللي حدد شكل المبنى ايه؟ الفراغات بتاعتي. لكن في المشروع الاربن هتلاقي اللي محدد كل الكلام ده لما تيجي تبص عليه هتلاقي نفسك اصلا بتبدا بالفلازه اللي في النص، البلازا دي بتبدا تحط عليها كتل هنا كده، في مثلا هنا كتله واخده شكل كده، في هنا كتله اللي في الاول، في قصادها هناك كتله مثلا ممكن تبقى عاليه شويه، بس هتلاقي ان اللي ضابط الكلام ده كله ايه اللي واضح عندي؟ معرفش شايفينه ولا لا؟ تمام؟ ده الفرق البسيط. لو فهمتوا دي هتعرفوا بعد كده لما تيجوا تدوروا على اي صور لاندسكيب او اي حاجه هتبقوا فاهمين هو حلها ازاي وعامل هو المبنى ده طالع شكله حلو كده ازاي. طيب هو حاول يشرح لكم الكلام ده في الصور اللي موجوده في الاول، ان هو مثلا لو انا عندي صور لاندسكيب بتحاول تحللها، بس هو الفكره ان هنا مفيش مباني فانت مش هتقدر تفهم الكلام اللي انا قلته تمام. طيب فاحنا هنسيب دي دلوقتي.
هنجيب سوبر هو فعلا ممكن يعلى. هنشوف حاجة مثلا زي كده. هنا المشروع كبير جدا، هو زي ما انتم شايفين في اكتر من كتله موجودين عندي. انا هعمل حاجه بس انا قلقان، هتلاقي المشروع فيه كتل كتير جدا تمام، بس هتلاقي اكتر حاجه مميزه فيه هي موضوع الكلازا اللي في النص او اللي انا نسيت. حلو، بس ده مش احسن حاجه. هنا في مشكله بسيطه ان الكتل مش ماشيه مع مديول البلازا، فتحس ان في حاجه مفصوله كده صح؟ تحس ان هو المباني لوحدها والبلازا بعد كده اتعملت. يعني البلازا اللي هي لانسكيب في ملعب اهو، في اماكن قعدات، وفي ما اعرفش ده فرجوله صغيره ولا ايه، بس هو يعني في تصميم لانسكيب وفي كل حاجه. بس ايه المشكله هنا؟ ان الكتل اللي ماشيه حوالين البلازا دي هي مش ماشيه من، مش طالعه من مديول البلازا، مش ماشيه معاها، فتحس ان في حاجه غلط، تحس ان ده تصمم لوحده وبعد كده وديت لنفس المشروع اديته لحد تاني قلت له اعمل لي بقى لانسكيب تمام؟ طيب فهتلاقي ده في مشاكل. لو حتى الدكتور يقول لك مفيش حاجه ضابطه المشروع ببعض، اللاندسكيب اتعمل في حته والكتل اتعمل في حته، فده غلط تمام. مع ان هنا المشروع حلو مفيش مشكله. هنيجي نكمل في حد تاني ياخد المشروع يقلبه كله كتل وما يبقاش فاهم فين اللاندسكيب اصلا تمام. يعني مثلا هنا في، لو افترضنا ان احنا المشروع بتاعنا، انا جايب لكم الصور اصلا دي، ان احنا عندنا مثلا حمام سباحه وصالات مقفوله وبعد كده في صالات مفتوحه، في كتله اللي فيها المطاعم وفيها الاماكن اللي هي الاجتماعيه اللي هو مكان نقعد نتجمع فيه اللي هي الصالونات. واحد يقول لك انا هخلي المشروع كله كده، عمل كتله هنا مثلا دي اللي فيها البول وفيها الملاعب المغطاه كلها، وعمل الناحيه الثانيه مثلا كتله المدخل اللي هو مثلا بدخل لها من هنا، وفي اللي هي الصالونات اللي بتجمع فيها اللي هو النشاط الاجتماعي، وعمل مثلا لاندسكيب قليل جدا ورا او قدام. فده كمان غلط، غلط ان انا اخد مشروع كبير قوي كده واحطه كله جوه كتل تمام. مع ان هنا المشروع مش وحش، الكتل هنا حلو، بس هو مش ده هدف المشروع او ده اللي اوت بتاعه. هي طبعا الصور مش مترتبه، هو المشروع باختصار ممكن يطلع حاجه شبه كده، بس انتوا عندكم الفترات قليله شويه. هتلاقوا هنا الموضوع عباره عن ايه؟ ان الكتل كلها ماشيه مع البلازا او اللاندسكيب. لو جيت بصيت على الكتل هتلاقي فيها كيرفات، لو جيت بصيت على اللاندسكيب هتلاقي اللاندسكيب واخد من نفس الكيرفات بتاعت الكتل. حتى هنا كده في حاجه اسمها انجلش كورت اللي هو بيبقى نازل تحت، يعني بيبقى رامي الكتل رامي ظل عليها، والناس وهم داخلين بيبصوا على الناس اللي قاعدين تحت، معموله في البيزمنت يعني تمام؟ وتلاقي هنا مثلا المدرج اللي انتم شايفينه ده الناس تقعد عليه، هو عندكم تقريبا في مدرج مشوك، فهتلاقي هنا كل اللاندسكيب اللي حوالين المباني طالع من الكتل. وهتيجي تبص على اللاندسكيب الداخلي هتلاقي البول كمان واخد كيرفات زي الكتل، فتيجي تبص مش تقدر تميز هو فين اللاندسكيب فين الكتل صح؟ هو ده اللي احنا عايزينه. عايز المشروع كله يبقى معمول يعني بقلم واحد، اللي هو انت مسكت الشفافه كده رحت عامل اللاندسكيب مع الكتل مع كل حاجه. طيب نحاول نشوف حاجة تانية شبه كده. هي دي في يعني مش واضحة أوي يعني، بس هي دي برضه نفس الفكرة. هتلاقي إن هنا في كتل مستقيمة عادي، بس الكتل اللي هنا دي كلها ماشية مع الكيرف بتاع اللاندسكيب تمام، بس هنا الموضوع أقل شوية. نفس الفكرة، هتلاقي المبنى هنا اهو ماشي مع اللاندسكيب، وبعد كده راح مكمل اللاندسكيب الناحية التانية وعمل هنا الملعب بتاعه في المكان الآخر تمام. فهتيجي تبص كده مش تقدر تطلع هو فين المبنى وفين اللاندسكيب، تلاقي حتى وانت ماشي جوه المشروع كل حاجة ماشية مع بعضها، في انسيابية في الخطوط بتاعة اللاندسكيب والمباني تمام. طيب ده الهدف أو ده اللي احنا عايزين نوصله. طيب أنا كطالب هعرف أمسك المشروع من أول مرة أعمل لاندسكيب مع المباني؟
طيب ايه بقى المشاكل اللي هتحصل؟ ما هو ده بصوا هو ده الهدف من المشروع اللي انتوا واخدينه، هو الهدف منه انك تصمم ارض كبيره جدا، تصمم الكتل مع اللاندسكيب. طيب ايه بقى المشكله اللي هتقف قدامي؟ اول حاجه ان انا مش عارف الفراغات اللي جوه الكتل دي هتتحل ازاي اصلا، صح؟ فانا مش قادر اقول طب هي الكتل دي المفروض تبقى هنا ولا هنا ولا هنا، طب هما دول كلهم المفروض يبقوا كلهم في كتله واحده ولا كل كتله لوحدها، فانا مش قادر احدد اصلا الكتل عامله ازاي. تمام، دي اول مشكله. طب وتاني مشكله ان انا ما بعرفش اعمل لاندسكيب اصلا. انا هعرف اعمل في حاجه عندنا اسمها السوليد والفويد، اللي هو الحاجات اللي كتل، والفراغات اللي هي الفويد اللي هو الحاجات الاوبن اريا اللي هو الفراغات المفتوحه. فانا لا عارف اعمل ده ولا عارف اعمل ده، ازاي يا جماعه مع بعض في تصميم واحد؟ تمام، فهو ده بقى اللي المفروض تتعلموه في المشروع ده او في الترم الثاني، انك ازاي تجمع افكارك كلها وتطلعها كلها في الاخر في سكتش واحد. تمام، طيب فالموضوع ده يرجعنا لنقطة قبل كده قلناها، انا دلوقتي عايز اعمل الماس والبويد اللي هو اللاندسكيب. تمام، طيب انا عشان اصمم الكتلة نفسها يبقى هرجع للي احنا عملناه او اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم عن المول، اللي هو ازاي اصلا تبدا تصميم لاي كتله، اللي هو هاو تو ديزاين. لو فاكرين احنا كنا قايلين ايه؟ كنا قلنا اول حاجه اول حاجه قلناها عشان نصمم جمع معلومات بالظبط الداتا. الداتا هنا مش ان انا اتفرج على صور على النت واجمع داتا، لا، انك تعرف الاسس التصميم بتاعت كل فراغ موجود عندك في المشروع. فاهمين قصدي؟ يعني مثلا اعرف الملعب بتاعي، يعني مثلا انتوا عندكم في ملعب هتحطه فين؟ انا مش عارف مقاسه اصلا عشان احطه فين. هو مش قايل لك، هو بيقول لك انا عايز ملعب خماسي. طب ملعب خماسي كام في كام؟ ايوه هو 165 خماسي. خماسي الملعب الخماسي هتلون الضلع ده من 18 ل 22 وده من 38 ل 42. فانا اصلا مش عارف الملعب قد ايه، فاجي اقوم ماسك الارض بتاعتي اقوم حاطط ملعب كبير جدا فتلاقي الارض اتاكلت. فايه اقول لك لا ده انا هصغره عشان اعرف احط بقيه المشروع، فتقوم عامل مقاس من دماغك تقوم ادرب المشروع الملعب في سكيل وتقوم حاطه مثلا فوق على جنب، فده غلط وده غلط. فاول حاجه المفروض هتعملها انك تجمع داتا تعرف اسس تصميم كل حاجه، سواء بقى الحاجات المفتوحه يعني مثلا زي الملعب، ملعب حاجه مفتوحه، او الحاجات اللي هي المقفوله زي الفراغات الموجوده عندي اللي هو البول والمطعم والكافيتيريا والحاجات اللي موجوده عندي دي كلها. تمام، طيب فاول حاجه المفروض انت هتجمع الداتا. طيب تاني حاجه مشاريع ماشي، ممكن نقسم دي لاتنين المشاريع وأسس تصميم. ماشي طيب. ايوه بس طيب اناليسيس. طيب ليه بعمل سايت اناليسيس؟ هو هل اساسا سهم الشمال والرياح مهم في المشروع ده ولا لا؟ يعني المول ما كانش مهم اصلا؟ في المول مش مهم لان هو كل حاجه مقفوله، فهنا في فراغات كتير جدا محتاجه سهم الشمال، في فراغات كتير جدا محتاجه الرياح نفسه، في فراغات محتاجه ان هي تبقى على الشارع، في فراغات محتاجه ان هي ما تبقاش على الشارع. ما احنا هنعرف بقى الكلام ده كله بدل ما نعمل سايت اناليسيس بنطلع بقى الداتا اللي احنا جبناها. الداتا اللي احنا جبناها دي المفروض هو بيقول لك مثلا الملعب، لما تجيب داتا على الملعب هيقول لك ان هو يفضل ان هو ما يبقاش على الشارع. فانا لو هعمل مشروع كله على الشارع اكيد مش هحط الملعب في الاول، هحطه ورا. تمام، طيب فده في الداتا بتاعتك انت بتجيب مساحات وبتجيب كمان شويه حاجات كده اللي هو بيقول لك ان المكان الفراغ ده ممكن يبقى فين او فين. يعني مثلا لو هنعمل فصل
يقول لك الفصل لازم يبقى شمالي، فاهم قصدي؟ فهتلاقي هو بيقول لك من ضمن الداتا بتاعتك ان هو يبقى في مكانه فين. فالداتا دي هتخليك وانت بتعمل سايت اناليسز انت قادر توزع المشروع بتاعك هيبقى موجود فين بالظبط، الفراغات بتاعتك كلها هتبقى موجوده فين. طيب وبعد كده هنعمل زونينج. تمام، هنا الزونينج هيبقى اصعب شويه لان هو هيبقى فيه كتل وفراغات، هيبقى فيه لاندسكيب وفيه حاجات مقفوله، فتلاقوا الموضوع اصعب شويه. تمام، بس المهم انت لو عملت الثلاث خطوات دول هيطلعوا لك حاجه اسمها لاير اوت. مش بلان. طيب ايه الفرق بين اللاير اوت والبلان؟ احنا لما كنا بنعمل فيلا احنا بنحل بلان داخلي عشان يطلع لي شكل الكتله، صح؟ انت هنا مش هتشتغل ببلان، هتشتغل بلاي اوت. هتعمل لاي اوت الكتل بتاعتك متحدده اماكنها فين بالظبط، وبعد كده تمسك كل كتله تحلها على جنب. فاهمين قصدي؟ ليه بقى الكلام ده؟ عشان في الاخر يطلع المشروع كله كانه حاجه واحده. مش هينفع اقوم ماسك مثلا في الاول كده اخد الكتله بتاعت المطعم مثلا واقول ان هي تطلع مثلا لو انا جيت حليتها ان هي ممكن تطلع الشيب بتاعها حاجه عامله كده. هنا مثلا الحمامات وجنبها المطبخ، الناس تدخل من هنا ودول قاعدين كده باصين على الفيو. وبعد كده اجي احل مثلا الكتله بتاعت البول هتقول لي حاجه هتبقى عامله كده، البول هيبقى هنا كده والناس قاعدين هنا، الاماكن دي كلها حواليه، ممكن نعمل في المكان ده غرف تغيير ملابس. وبعد كده اجي احل الكتله بتاعت الاجتماعي تقول لي الاجتماعي بقى هنعملها كده، اللي هو هدخل من هنا مثلا وبعد كده ابدا احل الفراغ كده، ده كله ده فراغ استقبال وكل الاماكن دي متقسمه صالونات بص على الفيو. انا ما ينفعش اعمل ده. ليه؟ لو جيت جمعت الكتل دي كلها مع بعض في ارض واحده ولا واحده هتبقى ماشيه مع الثانيه. تمام؟ فالفكره كلها انك تعرف كل مبنى الزوننج بتاعه هيبقى عامل ازاي. ده فراغ الدخول ودي الصالونات بتاعتي. مش لازم تطلع الشكل ده. ممكن ده كله في الاخر يتجمع في اليبس. ممكن ده كله يبقى عباره عن مستطيل. ممكن ده كله في الاخر يطلع شيب اورجانيك. مش ده هدفي. انا عايز اخلي الكتل دلوقتي كلها محلوله بزونينج وظيفيا صح. تمام؟ وبعد كده بشتغل بالكلام ده كله عشان اطلع لي اوت. جاست ان انا حليت اللي اوت مظبوط، ببدا امسك بقى كل حاجه سواء في الماس او في اللاندسكيب واحط فيها التفاصيل بتاعتها، احل بلانات. انتوا تخطوا مني. انا عارف. طيب ده ايه؟ لاي اوت ولا بلان؟ طب احنا مش شايفين طبعا اللي جوه الكتله ده ايه؟ تمام؟ طيب هل انا لو جيت احل الكتله دي في بدايه المشروع اصلا كان هيجي في دماغي ان هي شكلها عامل كده؟ طب هو الشكل ده جه منين؟ من اللاندسكيب واللاي اوت اللي انا عملته. تمام؟ طيب وانا بعمل الشكل ده ليه خليته بادئ من اول هنا ووصل لحد هنا ما كملش كل ده؟ ايه؟ عشان انت قلت حاجه صح وبعد كده قلت غلط. البرنامج بتاع المشروع. انا خدت برنامج المشروع وبعد كده جبت الداتا اوس التصميم بتاعتي طلع لي الفراغات بتاعتي كلها تقريبا حاجه قد كده بس، والارض كلها حاجه قد كده. فوانا بحل اللي اوت اكيد مش هينفع ازود حاجه عن الكتله دي. تمام؟ واحنا بنصمم اللاي اوت انت محتاج تعرف الزوننج بتاع الكتله دي مساحتها بس قد ايه في الارض. تمام؟ عشان تعمل اللاي اوت. وبعد ما تعمل اللاي اوت ابدا حلها. انا بجيب لكم الاصعب، يعني هو انا بحاول افهمكم الموضوع من بالعكس. هو في الكليه هيخليك تعمل ايه؟ في الاول خالص حل البلانات. بعد ما تحل البلانات ايوه حط لي بقى لاندسكيب، فتبدا تحط لاندسكيب فيطلع لك المشروع اللي احنا عرضناه في الاول خالص. ان الكتل مستطيلات واللاندسكيب فيه كيرفات، عشان اللاندسكيب يفضل ان هو يبقى كيرفات. ليه؟ عشان انا ماشي في فراغ مفتوح. ليه بدل ما انا يعني مثلا الفراغ اللي انا ماشي فيه ده ليه امشي كده وبعد كده اقوم لافف وامشي كده؟ ليه امشي مستطيلات؟ طب ما انا اخدها كيرف كده على طول. فهتلاقي اللاندسكيب يفضل مش ده احسن حاجه يعني. يفضل ان هو يبقى فيه كيرفات كتير، ان انت بتسهل على الناس ان هي تمشي. تمام؟ فهتلاقيه لما جه يحل اللاندسكيب عمله كيرفات، ولما جه يحل الكتل عملها مستطيلات، يجمعهم مع بعض المشروع ما طلعش مظبوط. فهيبقى
المشكله دلوقتي ان هو مش متجمع مع بعضه، فيقول لك اضبطوا ببعض، فهتعمل ايه؟ تبدا المشروع من الاول. طبيعي مش هينفع تجمع كل ده مع بعضه في وقت واحد. فانا بحاول اجيب لك بقى من الاخر تمام. هو الهدف من المشروع انك تطلع لي اوت كامل الكتل واللاندسكيب كلهم ماشيين مع بعض في خطوط يعني في اسمها انسيابيه في الخطوط كلها تمام. طب انا عارف ان مش هفهم الكلام ده غير لما اتكلم عن المشروع نفسه. المهم بعد مرحله الاي اوت انا ببدا احل بلان، وفي نفس الوقت ببقى بعمل كتل. يعني بعمل اثنين مع بعض، بس الهدف كله ان انا اطلع بلاي اوت محترم. هتلاقي في المشاريع اللي زي دي يبقى هدف الدكتور كله في الاخر انه يشوف لاي اوت محترم جدا او لقطه منظومه مجمعه الكلام ده كله مع بعض. ممكن اجيبها لكم حاجه بالشكل ده. ده سكتش مبدئي للمشروع. يعني الديزاينر اول لما شاف المشروع مثلا قال له ما عندك مشروع زي كايرو فيستيفال كده مول مفتوح، فعمل ايه؟ اول حاجه جت في دماغه انه طلع السكتش ده تمام. وده اللي احنا بنعمله في المكتب. انا لما بيجي لي مشروع كبير كده ابدا اول حاجه ببدا بيها ان انا بعمل لي اوت وكتله بالشكل ده، ببقى متخيل المشروع لما يخلص هيبقى عامل ازاي. لو جيت تساله بقى هنا هيبقى فيه ايه؟ انا مش عارف البلان بتاعه لغايه دلوقتي، بس انا عارف ان هنا هيبقى فيه كذا تمام. وبعد كده بنقدم يعني بنعمل فكره واثنين وثلاثه وبنقدمها للعميل، وبعد ما بيختار منهم حاجه بنبدا نحل البلان بتاعه. فده اللي المفروض توصل له في الاخر خالص تمام. طيب هو ايه بقى السكتش ده؟ هو السكتش ده بيوضح حاجتين، بيوضح اللاندسكيب او البلازا الكبيره جدا اللي في النص بالكتل اللي حواليها وازاي طالعه من مديول البلازا او مديول اللاندسكيب اللي موجود في النص. وبعد كده بدا يعمل شويه تشكيلات، يعني مثلا بدا يلعب في السقف، بدا يحط هنا ازاز مختلف شويه تمام. فده كده هو ده اصلا اسمه الانيشال سكتش او الكونسبشوال سكتش اللي هو المفروض بعمله في الاول، بس احنا المفروض احنا هنا نحاول نوصل ده في الاخر. وانا ازاي بعمله في الاول من غير ما اوصل للداتا؟ ما هو انا مش بقول عليك، انا مش بقول عليكم انتوا، لا في المكتب. ايوه ليه بقى؟ لان انا عملت مثلا مشروع ده قبل كده مرتين ثلاثه، فانا عارف ان الكتله دي المفروض لما هتيجي تحلها هتطلع لك تقريبا كده. يعني مثلا لما تيجي تحل مثلا الفراغ بتاع البول اللي هو المكان المقفول ده بصلاه المغطاه دي، هي تقريبا هتطلع حاجه شبه الكتله دي، حاجه كده فراغ كبير جدا مفتوح والتغطيه بتاعته واخده شيب او فورم معين، عشان مثلا ممكن تدخل لك اضاءه من الحته اللي في النص دي او من الستاي لايت ده فينور البسين. فانا متخيل كل كتله هي عامله ازاي كبلان، والوظيفه بتاعتها هتبقى عامله ازاي، وايه الافكار اللي ممكن تتحط لها. لازم برضه تدرس الارض قبل. ايوه ماشي. انا بعمل كل ده بخطوه واحده تمام. طيب الكلام ده كله ما اعرفش انتوا عندكم محمود طه، دكتور محمود طه صح؟ اه دكتور محمود طه شايف شغال معاه قبل كده في مكتب. كان مثلا بيجي له مشروع اللي هو مجمع مولات، اول حاجه بيطلع بيها ده حرفيا. ليه؟ هو عمل المشروع ده قبل كده 5000 مره، يعني هو يعرف ان هو لو قعد كده يقول لك انا لو دخلت هشوف هنا كذا. اصلا من قبل ما يشوف الارض بتاعت المشروع هو متخيل المشروع نفسه. تيجي تديله الارض او ما يمسكها كده. والله انا فاكر قبل كده كان جالنا مشروع ما رضيش يروح، كان في اخر اليوم ما رضيش يروح غير لما قعد عمل الفكره بتاعته. هو خلاص هو موضوع في دماغه، في مشروع كذا جاي لك. اول لما شاف الارض خدها قعد يعمل لها اناليسيس كده، بعد كده هنا كذا وهنا كذا وهنا كذا، راح عمل السكتش تمام. هو مش ده بتاع الخطه، بس هو عمل سكتش حاجه زي كده. فده اللي المفروض بنوصل له في الاخر خالص، وده الهدف من المشروع بتاعك. فانا عايز اخليك تعرف ازاي توصل للمستوى ده تمام. فاحنا هناخد الموضوع واحده واحده. نجيب الارض بتاعتنا. انا عارف انتوا مش هتفهموا غير لما اشتغل على الارض عشان تتخيلوا الموضوع اكتر. Some
طيب نركز شويه. المفروض ده القضيه بتاعه المشروع. احنا قلنا اول حاجه هنعمل الداتا، بس طبعا تقريبا يعني انتوا لسه ما اشتغلتوش على المشروع، فمش عارفين الداتا بتاعه المشروع تبقى عامله ازاي، يعني مش عارفين اصول التصميم لاي حاجه، صح؟ طيب نفتحها يا كمان معانا. وغالبا هو كل ده ماشي. هو هتلاقوا ان الموضوع متكون من ثلاث حاجات في المبنى الاجتماعي او الانشطه الاجتماعيه، ممكن يبقى اكتر من مبنى، تمام. بعد كده الانشطه الترفيهيه اللي هي بتبقى مثلا مطاعم، كافتريات، اماكن قعدات، الكلام ده كله. وبعد كده هتلاقي الاماكن بقى بنمارس فيها رياضه، مثلا زي ملعب كوره وعايز ملعب تنس، اثنين ملعب تنس. وبعد كده الخدمات للمشروع كله، تمام. طيب انا لما اجي ابدا في مشروع زي ده، المفروض ان انا بجيب الداتا بتاعتي في الاول، لو انتوا فاكرين يعني احنا كنا عملناها المره اللي فاتت، الداتا بتاعتي دي كلها بحولها لمساحات. يعني انا مثلا بقول ان المدخل الرئيسي بتاعي مثلا هيبقى كذا ومساحته كذا، وبعد كده احط المساحات دي كلها على الارض بتاعتي. هو انا هنا حطيت لكم بس ثلاث حاجات، الملعب والملعبين بتوع التنس والقاعة، قاعة متعددة، بس طبعا في قرارات كتير جدا، تمام. بس دول بالذات هيحددوا لي المشروع هيبدأ ازاي. ليه؟ لأن القرارات دي أكبر حاجة موجودة عندي، وهيبقى ليها أماكن محددة مش ينفع إن أنا أشيلها، تمام. ولو شلتها من المكان ده هضطر إن أنا أحل حل مختلف، تمام. طيب إحنا هنحاول نحل المشروع على الداتا بس اللي معانا لغاية دلوقتي، هنفترض إن هما دول بس اللي موجودين، وبعد كده هنشوف هنعمل فيهم إيه. طيب انا دلوقتي عندي الملعب الكبير والملعبين التنس الصغيرين اللي جنبه دول والقاعة. طيب احنا في الخطوه بتاعه السايت اناليسيس شرحتها لكم قبل كده، بس احنا عايزين نشوف في الموضوع اللي لما يبقى فيه لاند سكيب هتتحل ازاي. طيب هنمسك اول حاجه الملعب. الملعب مساحته تقريبا حاجه قد كده، تمام. اول حاجه لازم تبقى عارفها توجيه الملعب. الملعب بتوجه ازاي؟ الدراع الطويل في الشمال او الشمال؟ الدراع الطويل اللي هو انهي؟ المحور الكبير ده؟ لا ده ولا ده؟ لا الطويل. طب ماشي، انا اقول الشمال كده ولا على الطويل؟ ده الشمال ولا ده شمال؟ لا كده الشمال او شمال شمال؟ ده كده شمال؟ ده ايه؟ النصر شمال. ده النص مش عارف ليه. طيب انا ممكن اقول لكم الشمال انهي واقول لك ليه. طيب هو ده الشمال ليه بقى؟ عشان الشمس هتبقى طبعا بتطلع من الشرق وبتنزل في الغرب، صح؟ اه. فانا بالظبط انا طول الوقت اللعيبه دي بتجري كده ودول بيجروا كده، فالشمس مش ضاربه في وشهم. لكن لو كان العكس فالصبح هتلاقي ان الفريق اللي بيجري ناحيه الشمس مش شايف حاجه، وبالليل هتلاقي اللي هو قبل المغرب هتلاقي الناحيه الثانيه برضه مش شايف حاجه، تمام. فهي هي معلومه تافهه وبسيطه كده، بس هتخليك تحدد شكل او الاورينتيشن بتاع الملعب في الارض هيبقى عامل ازاي. فانت لما تيجي تمسك ده هتحاول تحطه هنا او هنا او هنا او هنا في اي حته، بس مش هتلف. فاهمين حاجه؟ طيب احطه بقى فين؟ هنا. هنرقمهم واحد، هو ممكن يجي هنا او اثنين ثلاثه أربعة خمسة ستة سبعة، ممكن يبقى في نص المشروع. طب
ايه افضل اماكن يتحط فيها الملعب وايه الاماكن ما ينفعش تحط فيها الملعب؟ الشارع. طيب انا عندي ده شارع، يعني ده شارع وده شارع وده شارع وده شارع، حط ملعب فيه. ليه ما ينفعش الشارع؟ عايز اعرف. طب انت يعني قول لي ليه ما يتحطش الشارع؟ مش قوي يعني، في كده بيحطوا شبك عالي كده عشان الكوره ما تطلعش. لا مين قال دي؟ هو بالظبط كده، لان الملعب ده هو جزء كبير فاضي، لا هو لاند سكيب الناس تخش منه ولا هو حاجه من يعني من كتل الواجهه عشان نحطه على الشارع. فانا افترض ان انا ماشي كده لقيت حته فاضيه، طب الحته الفاضيه دي ايه؟ هو اكيد مقفلها عشان هي ملعب، فانا مش فاهم هي ايه. ثانيه، هو اساسا مش النادي كله متحوط بسور واجهه ايه؟ ايوه هتلاقي مباني طالعه من السور، هو السور ده يعني ارتفاعه يبقى قد ايه؟ انا قصدي يعني كده كده المبنى يعني الملعب متغطي بالسور، في سور مغطي على الملعب. ماشي لا لا، هو السور مش هيبقى عالي لدرجه ان هو يبقى اعلى من الملعب، بس لو انا ماشي وشايف نادي السور بتاعه مش لازم يبقى كله متقفل، ممكن يبقى متفتح لو وراه لاند سكيب، فانت هتخلي الناس اللي ماشيه في الشارع عايزين يخشوا النادي. تمام؟ يا اما يبقى كتل باينه في الشارع زي مثلا النادي الاهلي تلاقيه عامل كتله ضخمه كده في مدخله، طب ما انا ممكن اعمل دي، ليه احط الملعب في الاول؟ فاهم قصدي؟ فكاني ضيعت جزء من الواجهه. فهتلاقي ان الملعب ممكن يجي في اي مكان من اللي ورا دول. طب ليه بقى؟ لان انا عارف ان الواجهه المفروض دي اكون محددها قبلها، ان الواجهه غالبا هتبقى هنا. او فين تاني؟ دي رقم 2، لان ده الباركينج بتاعنا، فانا اكيد هركن عربيتي بقى، صح؟ هو اللي محددها اهو اماكن تدرسها. طب قال لك يعني مثلا لو جاي النادي راح في عربيتي هقف فين؟ هقف هنا في الشارع، وبعدين هتلاقوا اصلا الناس كلها بتدخل من هنا. ليه؟ لانه بيركن عربيته ومداخل. اللي بيدخل من هنا المشاة مثلا، واحد معهوش عربية فبيقوم واقف هنا ومنازل داخل، فهتلاقي ان الواجهة دي هي اقل واجهة الناس بتدخلها، بس لان هي اطول ضلع فانا لازم اعمل عليها واجهة مميزة. تمام؟ بس هتلاقوا غالبا الناس كلها بتدخل من الواجهة اللي فيها العربية. ممكن واحد تاني يقول لك طب ما انا ممكن اخلي المدخل بتاعي هنا وهنا كده في الحتة دي، يبقى كل دي لاندسكيب، واعمل كتلة المدخل هنا، فبقى دخلت على كتلة المدخل سواء من هنا او من هنا، وبعد كده دخلت المشروع بتاعي عادي. واحد يقول لك لا انا هخلي هي البوابه بتاعتي هنا وهنا في كتلة ثانيه، فكل الكلام ده عادي. تمام؟ طيب هنفترض ان احنا هنحط الملعب هنا كده في زاوية كده على جنب. لو جينا بصينا بعد كده تلاقي عندك ملعبين تنس، ملعبين تقريبا، حد عارف مساحتهم قد ايه؟ هو ايه الفردي؟ في فردي وفي زاوية، هنعمل اتنين فردي او زاوية براحتكم يعني، بس هو مش محدد. احنا لما سألنا هو حد الفردي ايه؟ لما سألنا الدكتور قال لنا هيبقى فردي. ماشي، حد عارف مساحته كام؟ 12 في 22. لا هو مش 22 بالظبط، هي 23 في 18.2، هو رقم بيبقى مكتوب بالفيت، فهو مش معروف هي قد ايه بالمتر يعني، فهي تقريبا 18 في 23 او في 22. تمام؟ فتلاقي ان مساحه الملعب ده هو بيبقى متقسم كده، عشان كده هو بيبقى طويل قوي، فتحس ان هو متقسم كتير، فتلاقي ان مساحته ممكن تيجي هنا كده، يعني ممكن يبقى بالطول هنا، ادي واحد وادي اثنين، او زي ما انا عامل كده ممكن يبقوا الاثنين هنا، ممكن يتقلب كده كده. تمام؟ طيب ليه انا عملت ده؟ عشان نفس فكره الملعب لازم توجيهه يبقى الشمال، فيفضل ان هو يبقى بالشكل ده. بس هيتحطوا ازاي؟ بصوا زون الملاعب ده كله بيبقى على بعض، فانا لو عايز اخليه مفرود قوي كده هحط الملعبين بالشكل ده او احطهم هنا، يبقى كل دي كده ملاعب.
او ان انا احط ملعب هنا والتاني هنا قصاده، فيبقى بس الحته دي كده هي اللي فيها الملاعب. ادي واحد وده التاني وده الملعب تمام. للاسف يعني الحته اللي فيها الملاعب دي كانها بتتاخد من المشروع، مش هتعرف تعمل فيها لاندسكيب، مش هتعرف تعمل فيها اي حاجه. يعني لو بصينا على المشاريع بتاعت الطلبه اللي كانت معموله قبل كده تقريبا معاكم، لو جينا بصينا على المنطقة بتاعة الملاعب هتحس ان هي اصلا مش في المشروع بتاعنا، صح؟ مستطيل كده على جنب هتلاقوه في كله كده. فالناس هتلاقوا هنا، هتلاقوا معظمهم حطوه في المكان ده لسبب ان في الاخر القصد بتاعته لما يجي ياخد منها حتة يبقى خدها كلها، فيتفضل عنده الشكل النظيف ده اللي يقدر يشتغل فيه، تمام؟ لو انا كنت خدت الملاعب بالشكل ده كان ينفع عادي، بس الارض بتاعتك كانها بقت كده، فمش هيعرف يعمل بلازا قويه جدا في النص، تمام؟ فهو ليه اختار ان هي تبقى بالشكل ده؟ هتلاقيه كل طلبة عاملينهم بنفس الشكل. معرفش هو الدكتور كان قال لهم ولا هم استنتجوها لوحدهم يعني، بس هتلاقوا ان كلهم عاملين نفس الفكره ان الملعب عباره عن شريحه كده في الجنب. في واحد هنا معرفش تقريبا صغر الملعب ولا ايه، بس قدر ان هو يحط قاعة جنبه، لان هو كل الناس عاملين الملاعب واخدين المنطقة كلها يعني، تمام؟ اه بالظبط. بجد ما تخش ولا طيب ده بقى حد كده فكر خارج الصندوق خالص، حط الملعب هناك وهنا الملعبين الصغيرين، وبدا ياخد اللاندسكيب بتاعه في الارض كلها اللي هو حرف ال، تمام؟ فانا حرف ال ده مش مشكله بالنسبه لي، بس الفكره كلها ان اعرف احله صح، تمام؟ هو ده اللي هو عامله، تمام؟ طيب فبدايه المشروع بتاعي اللي هو اللي احنا واخدينه ده بتاع النادي هيبدا من عند النقطه دي، ان لا احط فين الملاعب، لان الجزء ده زي ما قلت لكم هو بيتاخد من المشروع بتاعي. فهبدا افكر هل انا عايز الارض بتاعتي تبقى كلها مستطيله على بعضها؟ يعني مثلا لو انا عايز اعمل ده فهخلي الحته دي كلها كانها اتشالت، الملاعب ورا بعضها كده، وممكن احط هنا مثلا قاعه في الاول، لان احنا عندنا قاعه متعدده اغراض، ممكن تبقى هي اللي على الشارع، تمام؟ ويبقى الملاعب كلها وراها كده، ويبقى عندي حته الارض اللي انا هشتغل فيها هي دي. او ممكن زي الصوره الثانيه ان هو هي دي بس الملاعب، والارض بتاعتي كل دي ابدا اشتغل فيها، تمام؟ او ان انا مثلا اخليهم بالطول وتبقى الارض بتاعتي كده 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 كده. ف ايه اللي هيحدد لي طريقه تفكيري انا عايز اعمل ايه بالظبط، تمام؟ بس لو خدتوا بالكم هتلاقوا ان انا حطيت بس لغايه دلوقتي اربع اوبشنز، الاربعه دول هيغيروا لك شكل المشروع كله. احنا لسه بنتكلم في الملاعب، لما تيجي تخش بعد كده فين كتله المدخل، هتلاقي مثلا واحد عاملها زي ما قلنا، واحد عاملها في الناصيه دي، او واحد عاملها هنا، واحد عامل واحده كتله ثانيه هنا. فتلاقي برضه لما تيجي تحط كتله المدخل هتلاقي بقى في اوبشنز ثالثه. لما تيجي بعد كده تحط المكان اللي فيه الصالات الاجتماعيه اللي هي فيها الصالونات وكده، واحد يقول لك طب ما انا ممكن اخليها هنا عشان تبقى شايفه الفيو كله، واحد يقول لك لا انا هخليها هناك كده شايفه الفيو الناحيه الثانيه. ايه الميزه دي والعيب، وايه الميزه دي وايه العيب؟ عشان برضه لما اجي افتح لكم ازاي لما اجي افكر احط الكتل بتاعتي افكر ازاي. اي مكان ممكن احط فيه اي حاجه، بس كل مكان ليه ميزه وليه عيب، تمام؟ انت بتختار هل الميزه بتاعته احسن من العيب ولا لا، فساعتها بتقوم حاطه في المكان ده. فلو افترضت ان انا عندي كتله مثلا اللي فيها الصالونات، حطيتها ممكن احطها هنا كده، ممكن احطها هنا، ممكن احطها هنا، انهي احسن واحده فيهم؟ ليه ثلاثه؟ هي بعيده عن المدخل؟ لا ممكن تكون اثنين عشان تكون قريبه ليهم من المدخل برضه، وتكون واخده فيو طول عشان الشمس تخش المبنى مش بره. ايوه في ثلاث حاجات بنقارن ما بينهم لما بنيجي نحط اي حاجه في مكان معين، تمام؟ اول حاجه السهم الشمال هيفرق في حاجه واحده بس،
قلتها لكم قبل كده في الاورينتيشن بتاع الكتله. يعني هيقول لي ان الكتله تبقى متوجهه كده ولا كده، تمام؟ مش هيقول لي حاجه اكتر من كده، مش هيحدد مكانها، تمام؟ طيب ايه بقى اللي بيحدد الاماكن؟ اول حاجه الفيو، تمام؟ هنا انا شايف الفيو ده كله صح، وهناك انا شايف الفيو ده كله. ممكن هناك يبقى احسن. هنرجع للنقطه اللي قبلها، السهم الشمال هنا او الشمس بتاعتي جايه لي من هنا ولا من هنا؟ انا كده باصص جنوب صح، يعني الشمس بتلف لي كده، فانا هنا هبقى شايف الفيو كله، بس الشمس ضاربه فيها طول اليوم. لكن هنا انا شايف الفيو كله بس الشمس بتبقى هنا الصبح فمش جايه عليا، وحتى اخر النهار بتبقى جايه خفيفه جدا فبرضه ما بتبقاش جايه عليا. فممكن ده يبقى مكان احسن ان انا اشوف في الفيو والشمس ما تجيليش. طب انا لو حاطه النقطه هنا احط طيب انا ما قلتش ان هناك ما ينفعش، نركز. انا بحدد كل حاجه ايه المميزات والعيوب اللي فيها. في واحد يقول لك طب انا برضه هحطها هناك وهعمل قدامها تندا، ما خلاص ما انا حليت المشكله صح، وبقى الفيو هناك احسن لان هناك شايف المشروع كله. فحاول وانت بتحط اي حاجه في مكانها يعني بتشوف المميزات والعيوب اللي فيها. العيوب اللي فيها ينفع تتحل ولا لا؟ طيب انا لو حطيتها هنا، طب ما هنا ممكن يبقى احسن. ليه؟ لان انا مثلا المدخل بتاعي لو هنا، فانا بدخل واول حاجه بخش عليها الصالونات. فهيقول لك طب ما انا احطها هنا عشان هنا الصالونات تبقى قريبه من المدخل، دي اول حاجه. تاني حاجه هيبقى شايف الفيو كله. ثالث حاجه سهم الشمال ايه؟ في مبنى اجتماعي يا جماعه، انتوا ما حدش قرا المشروع لسه صح؟ هنقراه طب مع بعض. طيب هنقراه كله مع بعض. طيب واحدة واحدة كده. أنا عندي أول حاجة المبنى الاجتماعي، تمام؟ أول حاجة فيه المدخل والاستقبال والصالونات، تمام؟ معرفش محدد مساحته ولا لأ. مدخل ماشي، صالونات طبعا. اول مبنى هو مبنى الاستقبال ومعاه الصالونات كله مع بعضه كده، ده مساحته 200 متر. فانت لو جيت حطيت مساحته على الارض بتاعتك مساحتها هتلاقي مساحته كبيره. طيب المدخل ده بيبقى فيه ايه؟ اي نادي هتخشه هتلاقي مثلا انت ممكن اول ما تدخل كده تلاقي فيه صاله استقبال، وتلاقي مثلا الكاونتر هنا كده، وهنا كده فيه صالونات بس دي اسمها صالونات الاستقبال، بتبقى حاجه عامله كده هنا. دي صالونات الاستقبال بتبقى موجوده عند المدخل، زي ما احنا اول ما دخلنا من هنا لقينا في صالون. ده بقعد اسال على في الكاونتر على حاجه، عايز احجز حاجه مثلا، عايز احجز ملعب او اي حاجه، فبقعد استنى في المكان ده. طيب في بعدها بالظبط كده صاله كبيره كلها صالونات. طيب دي بعمل فيها ايه؟ دي حاجه شبه الكافيتيريا شويه. صالونات اي نادي كده، ما اعرفش يعني لو رحتوا اي نادي هتلاقوا في صاله كده صالونات بس اماكن قعده، تمام؟ دي بتبقى جنب المدخل، دي مثلا ممكن اخش اقعد فيها واقابل حد، تمام؟ ممكن ابقى جاي اذاكر فبقعد اذاكر في النادي في الصالونات دي، تمام؟ ممكن اقعد اشتغل، ممكن اعمل اي حاجه. فالصالونات دي بتبقى جنب المدخل بالظبط، وده اللي موجود هنا عندكم، عشان كده هو مساحته كبيره جدا. وبعمل لك كمان هنا ده هو طالب صالونات عاليه بتطل على حمام السباحه، ده هو كمان عايزك مش بس تخش تقعد هنا، ده عايزك اول لما تخش تلاقي سلم مثلا هنا، سلم شرفي او في هناك ايا كان، اول ما تخش تطلع على فوق وتلاقي الدور ده كله عباره عن صالونات بس على حمام السباحه. حمام السباحه ده مش حمام السباحه اللي انا يعني مش لازم يبقى حمام السباحه اللي هو الطلبه او الناس بيجوا يتعلموا فيه، ممكن يبقى عباره عن حمام سباحه لاندسكيب، يعني بحيره كبيره كده وفيها نوافير، فاهمين قصدي؟ دي حاجه انت ضفتها من عندك. المهم يبقى قاعد شايف فيو. فدي كده في كتله المدخل، اول ما تدخل هتلاقي عندك صاله الاستقبال وبعدها الصالونات، ممكن يبقى تحت وممكن يبقى فوق، وهو اصلا طالب ان هي تبقى فوق عشان تبقى شايف المشروع كله من فوق. يعني
يعني احنا عندنا الكول ده هيبقى الصالونات دي مفتوحة عليه يعني هو جواها مش مفتوح يا جماعة. انا دخلت لقيت فتحت الشباك لقيت في لانسكي هي بلكونات كلها بص على لانسكي تمام. طيب بعد كده في صالة لكبار السن دي بقى يعني هتلاقي اكتر حاجة اكتر ناس بيستخدموا اصلا الصالونات دي هم الناس الكبيرة لما بيروح اي نادي بقى تلاقي ناس كبيرة بقى بعد ما خلاص تعب طول حياته بيشترك في نادي في الاخر وبقى بيروحوا بقى كل يوم بدل ما يقعد في البيت يقعد في العيال يعني يوم رايح هناك بقى كل يوم يقعد في الصالونات بتاعت كبار السن دي. دي صالونات زي الصالونات اللي احنا بنقعد فيها تحت تمام هي هي مفيش اي حاجة زيادة بس هتلاقي بقى ايه هم خلاص كبار السن عارفين هم بيتجمعوا في المكان ده فبيقعدوا كلهم بقى اللي بيلعبوا طاولة بيلعبوا شطرنج بدل قعدة القهوة تمام. فهتلاقي في الصالونات دي دي بتاعت ما فيهاش الصالونات زي يعني زي كافيه بالظبط يعني ولا لا الصالونات كنب كنب مش ترابيزات يعني كنب زي دي كده ما انا ما اعرفش فهمتوا دي ولا لا هي دي عبارة عن كنب عاملة كده وكنبة قصادها كده في ترابيزة في النص عشان كده شبه حرف الان النون يعني لان دكتور عندي دكتور عبد الطاهر كان يبدا يعمل لي نون نون مش عارف هو ايه اللي انت بتعمله ده بس في الاخر يعني فهمت ان هي صالونات هي عباره عن اعداد كده كنبه الثانيه الثالثه وفي ترابيزه في النص بعدها جنبها كده في ظهرها على طول هتلاقي كنبه اثنين ثلاثه وفي ترابيزه في النص فهتلاقي المكان كله ما فضوش بالشكل ده تمام. فدي الصاله بتاعت كبار السن. بعد كده عايز صاله متعدده الامراض عملناها قبل كده كتير صح؟ عطاك نقول؟ في صاله اسمها المالتي بيرز او اسمها الام بي يو عشان سمعت المصطلح ده قبل كده ولا لا اللي هي المالتي بيرز يعني الصاله دي هي عباره عن صاله ممكن تتعمل قاعه ممكن تتعمل مكان حفلات عيد ميلاد مثلا ممكن تتفرش كانها على فكره قاعات الافراح دي تعتبر صاله صاله متعدده الافراح لان ممكن تفرش اي حاجه الفرش اللي فيها كله بيتشال وبيتحط صح. هي الصاله دي هي بتبقى كده هي عباره عن صاله كبيره مساحه كبيره جدا فاضيه بس مش مفروش فيها اي حاجه وفي نفس الوقت هي مش زي القاعات المؤتمرات يعني ما فيهاش مدرج هي بتبقى كلها سوا واحد عشان اعمل فيها اللي انا عايزه. فهي الصاله دي بتبقى عباره عن صاله بالشكل ده وقدامها في حاجه اسمها الفويه ده صالون قدام زي السينما كده مكان فاضي ممكن يبقى فيه صالونات ممكن يبقى فاضي خالص بس هو الناس بتتجمع فيه عشان يخشوا القاعه. طيب هنخش القاعه دي ممكن تعمل فيها اي حاجه ممكن يتحط هنا ستيج خشب ويبقى الناس قاعدين قدامهم كده ممكن بعد كده اعملها قاعه حفلات احط مثلا مكان للرقص في النص واعمل قعدات حواليها كده كلها صالونات يبقى كل الفوكس على المنطقه اللي في النص ممكن تعمل فيها اي حاجه فهي اسمها صاله متعدده الاغراض بس عشان كده ايه انا مش عارف السما الصف فاضيه والفوق يبقى تلت المساحه برده زي السما تلت المساحه هتلاقي مثلا دي لو اتقسمت ثلاثه هتلاقي دي يعني واحد اثنين ثلاثه ده القاع هتلاقي ده تلت المساحه تمام. مكان فاضي كده بدخل فيه بلاقي كل ده فاضي بعد كده بقوم داخل على القاعه. طب وانا في وسط القاعه في حفله مثلا انا زهقت عايز اطلع اشرب اي حاجه فعادي اطلع اقف في المكان ده واشرب اي حاجه انا عايزها تمام. طيب لو عندي بقى عايز احط له خدمات تويلتس وكده لو موجوده في المكان ده يا جوه المبنى الاجتماعي ولا مستقر لوحده؟ طيب ما هو حضرتك في الاخر لما جه يتكلم بيقول لك مجموعة أنشطة داخل المبنى الاجتماعي الذي يرتبط من يبقى كلهم كتلة واحدة مش فاكر لا لا هو طالب مش فاكر حضرتك فين يعني أصل هي محطوط تحت بند المبنى الاجتماعي أول سطر هيبان على الأماكن دي بلاقي هنا الصالونات ده وده وبعد كده بلف الناحية التانية بلاقي هنا ممكن أعمل كافيتيريا صغيرة كده حتى لو هو مش طالبها بنعملها عشان الناس دي تطلب منها أي حاجة واللي في القاعة كمان يطلب أي حاجة تمام. وبعد كده في الاخر بقوم داخل على القاعه بلاقي هنا كده في فوايه كل دي كده القاعه. القاعه بقى ممكن تتقسم من جوه الشكل ده ممكن تبقى كلها عباره عن مكان في النص وناس قاعده حواليه ايا كان فده كده ممكن يبقى مبنى اجتماعي.
طب هل هو ده الشكل الوحيد بتاعه؟ لا، ما انا ممكن اخليه في الاخر حاجه عامله كده، ممكن اخليه كله بوكس، بس البوكس بيبقى رخم جدا في حله. ليه؟ لان انا لما ادخل هيبقى الطلب اللي في الاول ده مش متهوي، ممكن يبقى هو ده صاله الاستقبال والصالونات متقسمه كده كده، كل دي صالونات ودي قاعه فوقيه بتاعها اهو ودي القاعه. فممكن اعمل المبنى باي شكل، الفكره كلها الوظيفه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. حته الفلكسبيليتي دي بتخليك وانت بتعمل اللي اوت انت ممكن تعمل اي حاجه. يعني ممكن اخلي المشروع كله كيرفات. لو بصينا على مشاريع الطلبه تاني، بصوا هنا تقريبا بصات الاستقبال تقريبا مش هتبين اي حاجه. لا، هو هنا دخل في الاول على بلازا فاضيه جدا مش اي حاجه، وبعد كده دخل البلازا ودخل صاله الاستقبال من ورا. ودي طريقه حل ثانيه، ان انا بدخل الاول لما افتح باب النادي كده الاقي نفسي في اللاندسكيب، مش قدام اي حاجه، مش قدام كتله الاستقبال يعني. وبعد كده بعد ما بدخل اللاندسكيب ابدا اتوزع بقى، الاقي هنا صاله الاستقبال، الاقي هنا المبنى اللي فيه الكافتريات كده يعني. تمام، فدي طريقه حل ثانيه. طيب فتلاقي هنا مبنى الاستقبال على شكل كيرف. لو جينا نقلب ثاني فوق هو غالبا ده الاستقبال ده او ده هنا اهو دخل الاستقبال، وهنا الخدمات بتاعته، ودي الصالونات اللي بص على الفيو، ودي صباعه. تمام، فانا اللي انا عايز افهمكم ان البلان هيبقى سهل، البلان مش مشكله خالص خالص. هو الفكره كلها الفورم او الشيب اللي هيتحط فيه البلان فيعمل ايه، او يعني يبقى ماشي مع اللاند سكيب، هي دي المشكله بتاعتي كلها. تمام، انتوا حطوا المشاريع قدامكم عشان تشوفوا. بصوا هنا تقريبا هم ليه مش موضعين المداخل؟ عملية دي غلطه، هتلاقي الدكاتره يعني بيتضايقوا من الموضوع ده، اللي هو انا مش عايز اشوف المدخل. هو غالبا ده ضايقه زي ما هو فين؟ ايه؟ ضايقه زي ما هو فين؟ لا يعني دي حاجه بتضايق. هو ده كنت المدخل اول ما دخل ده؟ مش هو دخل على بلازا، بس هو دخل على بلازا وبعد كده اتوسع. يبقى ده الفن اللي داخل كده. تقريبا كلهم عاملين نفس الحركه. ايوه كلهم داخلين على البلازا وبعد كده بيبداوا يتوسعوا. يا كريم الحمد لله، واحد عامل مدخل على كتبه. هو ده المدخل بتاعه اهو. هو لما بيدخل بيلاقي الصالونات، في منطقه تنفيذ في النص، وفي الصالونات الباقيه بتاعت كبار السن بقى او اي حاجه هي دي. وبعد كده بيجي الناحيه الثانيه عامل تقريبا زي القاعه اهي، المالتي دور سايز، ودي صالونات، وده مخازن، ودي خدمات، تقريبا كافيتيريا يعني. ايه كل ده كده مبنى اجتماعي. تمام؟ فالتو اوبشنز موجودين، ممكن اخش على لاند سكيب وبعد كده ادور على مبنى الاستقبال واخش، بس ما بتبقاش حلوه قوي يعني، لازم يبقى واضح على الاقل اول لما ادخل اشوف. وده الحل الثاني اللي هو اول لما بدخل كده بلاقي مبنى الاستقبال في وشي، ببدا اخش منه وبعد كده اتوزع زي ما انا عايز. فالاثنين موجودين سواء كمباني، والحل بتاعهم هتلاقوه سهل، بيبقى على الشيب بتاع اللاند سكيب اللي انا عامله. طيب نرجع تاني. طيب بعد موضوع الصالونات في اداره النادي ماشي، جزء اداره كده لو في كام اوضه كده ملهمش اي لازمه. بعد كده مطعم ماشي. طيب ينفع احط الكلام ده على اللي هو عامل؟ انا كده كده كنت حاطط دي الكافيتيريا. تمام؟ طيب انا ممكن ازود ده كده، يبقى واحد اتنين دول الصالات بتاعة الكبار الزوار والصالة التانية، ممكن الاقي المطعم في الاخر. طيب في حاجة تانية الناس نسيتها، ان انا هنا اصلا المفروض بطلع فوق عشان اشوف من فوق في صالونات.
فانا لو هعمل سلم طب ما اخلي المطعم كمان معاه فوق، حتى لو هيتشال على الاعمده لو المساحه مش مكفيه ممكن يبقى المطعم كمان بتاعي فوق، هيبقى افضل، لان لو دخلت طلعت قعدت في المطعم هبقى شايف الفيو كله. تمام؟ طيب انا قصدي ان انت كفورنا ممكن تزود عليه في اي حته، يعني ممكن تزود كده. طيب مش عايز تزود من هنا، اطلع فوق وزود فوق. ممكن تعمل اصلا، انا دخلت المطعم تلاقي هنا مثلا الكاونتر بتاع الاستقبال والمنطقه دي كلها كده الخدمات بتاعتي، وبعد كده بدخل الاقي في باب هنا والاقي كل دي ترابيزات، يبقى كل ده ازاز بقى. وبعد كده اطلع بقى بلاندسكيب، يبقى اعمله مثلا ميه هنا واخلي الناس تطلع من هنا. ممكن اعمل بعد ما عملت ميه اعمل هنا خشب كده والناس تطلع تقعد بره. بعد كده بعد ما عملت ده عايز اخليهم يعدوا، فاعمل لهم بريدج هنا خليهم ينزلوا تحت، فهتلاقي الدنيا بتتسحب واحده واحده. تمام؟ فانا ممكن اخلي المطعم هنا، ممكن اخليه فوق، يبقى مثلا بعد ما دخلت في المكان ده الاقي في الحته دي، احنا اصلا دخلنا المطعم من المنطقه دي، ممكن الاقي هنا كده في سلم، فبيخليه تحت في مطعم وفوق كمان في مطعم، بس مش كله، ممكن يبقى لغايه هنا لغايه النص، فيبقى مطعم ميزانين، فيبقى قاعدين فوق برضه شايفين اللي قاعدين تحت وباصين على الفيو. تمام؟ في اوبشنز كتيره جدا ممكن تتعمل، والكتله فيها فليكسبيليتي جامده جدا، لان انت مش متحدد بشكل ارض معين. لو خدتوا بالكم في مشروع المول او الفيلا هو مديك الارض كده بيقول لك تشتغل جواها. طيب فانت بتبقى محدد بشكل الارض، لو الارض مثلا واخده شكل مربع كده فهتلاقي المشروع غالبا مربع مش شريطي، يعني مش حاجه طويله، صح؟ لكن هنا الميزه ان الارض كلها فاضيه، انت ممكن تخلي المبنى بتاعك بوكس، ممكن تخليه كله مفروض بالشكل ده، فدي حاجه ترجع لك. تمام؟ فحل البلان مش هيبقى صعب. نكمل تاني. خلاص كده المبنى الاجتماعي خلص، هو عباره عن مبنى، هو بالشكل ده صاله استقبال وبعد كده صالونات وبعد كده المطعم، الناحيه الثانيه كافيتيريا وقاعه. طب الغرفه بتاعت الاداره، هم عباره عن ثلاث اوض ممكن يتحطوا في المكان ده. احنا عايزين نخليهم قريبين من الكاونتر، ممكن يبقى الكاونتر هو اللي في الوش كده ووراه في طرقة ووراها غرف الإدارة، ممكن يبقى فوق. ايه؟ في هنا سلم اهو في الآخر، أول لما أمشي كل ده ألاقي سلم هنا في الآخر. تمام؟ وممكن أحط سلم هنا، أول لما بدخل بلاقي سلم في المنطقة دي. باشمهندس أظن هو مكتوب إن المبنى الاجتماعي بيكون الأرضي ودورين فوقيه، مكتوب في المشروع كده أظن. معاك لحد فين؟ فوق خالص. فوق يعني بعد المبنى الاجتماعي. دور أرضي ودورين. ده سهل عليك، هتلاقوا مبنى في الاخر حاجه قد كده. تمام؟ ليه؟ لان انت خلاص هتطلع الصالونات بقى بالظبط، هتخلي الصالونات فوق وفوقيها هتحط المطعم. المطعم بقى واخد دلوقتي احسن فيو. تمام؟ بقى في الدور الثاني. هو الارتفاعات المفروض تكون ايه؟ الايه؟ الارتفاعات عليه؟ بيفضل يعني في الفراغات الكبيره دي ان الارتفاع ما يقلش عن 4. يعني في ناس تعمل دور الارض 5 اصلا. الارض استقبال مثلا وايجار و 5 والتاني مطعم؟ مطعم لا، الارضي والاول والتاني. ايوه التاني مطعم، هو احسن حاجه تبقى فوق. يعني انت لو خدت بالك انت لو قعدت في مطعم على الشارع هتبقى شايف يا دوبك اللي حواليك، لكن لو قاعد مطعم فوق شايف المشروع كله. تمام؟ فيفضل ان هو المطعم هو اللي يبقى فوق. القاعه دي بما ان مساحتها كبيره فممكن تبقى واخده دورين على بعض. يعني لو شفتها في السكشن هتلاقي القاعه واخده دورين. في سلم داخلي؟ لا مش سلم داخلي ولا حاجة، أنا قاعد بس مفيش سقف هنا وفي في فوقيه، يعني كل ده مفتوح على بعض. فاهمينها؟ ارتفاع عالي واخد دورين. دبل هايت زي السينما؟ دبل هايت بس أيوه بالظبط زي السينما. يعني ليه بقى؟ لأن في القاعات الكبيرة هفهمكم حاجة. لو أنا عندي أوضة بالشكل ده الارتفاع بتاعها 3 وهي مثلا 5 متر. أوضة حلوة كبيرة. طب لو الاوضه دي فجاه بقت كده وانت واقف جواها هتحس في حاجه غلط كده، الاوضه كبيره جدا. الاحساس ده بيجي لكم لو انتوا نزلتوا البيزمنت بتاع اي مول مثلا، تحس ان الحيطه يعني هتخبط فيك. هو انت مش حاسس، يعني ما فيش مشكله خالص، بس هي الفكره كلها ان المساحه كبيره جدا وانت شايف السقف فبتحس ان هو مقرب منك. فاهمين؟ فده احساس ليه علاقه بالنسبه نفسها. فانا هنا عشان اظبط النسبه هاخد دورين، فهتلاقي ان النسبة دي هي هي بقت دي. بس دي بنعملها دايما في القاعات في السينما في الحاجات اللي هي الكبيرة دي. فأنا بالنسبة لي
القاعة ممكن تبقى بالشكل ده دبل هاي، وهنا بقى احط فوق ده صالون تاني واحط المطعم فوقيه واخد الدور كله على حسب مساحته يعني. تمام. طيب لو ده كده المبنى الاولاني. المبنى التاني بقى صالات العاب، تنس، طاولة، بلياردو، ممكن ده كله بقى متجمع في مبنى واحد. هو اصلا جايب لكم امثلة اهي، مش في امثلة ما جايبها لكم. بصوا ده مشروع كامل، ده هنا كان شويه امثله جايبها لكم يعني انت تحل بيها. هو انا حاطط الملعب فوق المبنى، فده في حاله ان الارض اصلا صغيره ممكن تحط الملعب فوق المبنى، سواء بقى تنس او الملعب بتاعك كبير. اصلا في الاسكيز مش هنقعد نفرش بعد كده. هتلاقي مثلا التغطيه بتاعه البول، هو عباره عن المبنى متغطي بالشكل ده، والخارجي بتاعه ده بول وجنبه صالات الالعاب الخفيفه، ده صاله الاستقبال بتاعه المبنى. ده المبنى الخارجي، هو ده مبنى حي نفسي، ده تغطيه المبنى الخارجي. تمام. فلو جيتوا بصيتوا عليه بالعقل كده، هل ده الارتفاع بتاعه دور واحد؟ هو باين ان هو مش دور واحد، ممكن يبقى ثلاث ادوار اصلا، بس هو من جوه كله مفتوح على بعض. تمام. فدي هتشوفوها في المبنى الترفيه بتاعنا، ان ممكن يبقى اصلا من جوه كله مفتوح على بعض، بس لما جيت عند الاداره لو خدت بالك هتلاقي هنا بقى في ميزانيه، يعني في دور اهو في دور اهو. تمام. طيب ده البلان بتاعه، ده البلان اللي بيطلع دورين، ودي الحته المفتوحه اللي بتفضل زي ما هي مفتوحه للاخر. انا هديكم التصور دي كلها. ممكن احطها في الفايل وحد يرفعها يعني. بس دي شويه افكار كده عن ان الملاعب ممكن تبقى فوق المبنى. وبعد كده ده شكل الكتله نفسها، اللي هو ممكن يبقى الكتله بتاعتي ليها تغطيه مختلفه. تمام. طيب نرجع تاني للمشروع. انتوا شفتوا الصور دلوقتي، بتلاقوا البول وجنبه فيه ازاز، وبعد كده ملعبين مثلا سله، وبعد كده تلاقي مثلا الملعب اللي هي الاماكن بتاعت البلياردو او البنج او اي حاجه. تمام. فهو بيبقى كله على بعضه يعني حاجه مفتوحه. ولو شفتوا البلان انتوا بتصوروه اهو، بتلاقي كل حاجه كده جنب بعضها. ممكن يبقى ده البول رقم 13 فعلا. فكلها حمامات سباحه، ممكن كل واحد يبقى بارتفاع مختلف. تمام. بس هو في الصور كان جايب ممكن يبقى بالشكل ده، ممكن يبقى دي صوره مختلفه. هو هنا كله على بعضه، وفي الاخر كله متجمع بتغطيه واحده. هو حاطط البول جوه المبنى. هو كل الصور اللي فاتت دي البول جوه المبنى. طيب هنا حط البول وحط جنبه الملاعب اللي مطلوبه، فعشان كده هو اداك الاوبشن ده في المبنى الترفيهي. بيقول لك ان المبنى ممكن يبقى عباره عن مباني متجمعه، يعني مبنى واحد، او مباني متفرقه في الموقع العام. ممكن تجمع كل ده في مبنى واحد وتعمله كله تغطيه، ويبقى المشروع يعني المبنى ده حاجه كده ضخمه، الكتله بتاعته بتبقى واضحه جدا في المشروع بتاعك. او ممكن تخلي كل حاجه لوحدها، ممكن البول اصلا يبقى مفتوح، مش لازم يبقى متغطي، ان هو مش طالب هنا ان هو يبقى متغطي. حمام السباحه بتاعك كذا، ملحق بخدماته، مش طالب ان هو يبقى مضغط، ممكن حمام السباحه يبقى مفتوح. تمام. فممكن الناس تعمله من ضمن اللاندسكيب. طيب هنشوف كده واحده واحده المبنى الترفيهي عامل ازاي. عندك صالات العاب خفيفه 30 متر لكل اوضه، ماشي. بعد كده في حضانه، اليوم حضانه تقريبا دي اللي هي الكيدز اريا بيقعدوا فيها العيال على ما ماشي. وبعد كده في مكتبه، كافيتيريا، حمام سباحة، نادي صحي، المسرح المفتوح. تمام ماشي. طيب هتلاقوا في الاخر لو خدتوا بالكم كده ان مبنى الاستقبال لو حطيناه في المشروع بتاعنا هو غالبا هيجي المبنى ده، بس هيبقى حاجه صغيره جدا لان هو عالي يعني متاخد كذا دور، فهتلاقوه غالبا ممكن يطلع حاجه صغيره بالشكل ده. فانت ممكن تحطه هنا او هنا او من الجنب، بس دي مش احسن حاجه يعني.
هو هنا طبعا الناس كلها بتدخل من المكان ده، فلازم تحدد هنا منطقه لاندسكيب بقى مدخل وكده، وتدخل الناس من هنا يخشوا على المشروع بالشكل ده. تبقى على حسب اختيارك انت للمدخل وحليته ازاي. هو انا الحاجه انا وضعت الاوبشنين موجودين يعني معظم الناس عاملينه ان هو بدخل على بلازا، وبعد ما دخل على البلازا كده لقى مبنى الاستقبال في جنب تمام. وهتلاقي في واحد اسمه كريم اول واحد خالص، اول لما دخل دخل على مبنى ومتوزع فيه كل حاجه تمام. ف الاول قبل ما ندخل نخش الموضوع الصالونات اصلا كنا بنتكلم في طريقه تحديد اماكن اي مبنى تمام. قلت ثلاث حاجات قلناش منهم غير حاجه واحده وقطعنا. ماشي قلنا دلوقتي منطقه الملاعب وبعد كده منطقه المدخل او اللي هو المبنى بتاع الصالونات. طب فاضل المبنى الترفيهي، هو بيقول لك الحاجات اللي احنا بنحدد على اساسهم اي مبنى اصلا. احنا قلناهم الفيو دي اول حاجه، بعد كده سهم الشمال عشان انا لو عايز اخلي الشمس تخش لي او لا، واخر حاجه على حسب الزوننج بتاعك. ممكن الزوننج يبقى هنا اصلا المبنى غلط، يعني مثلا اول لما تدخل المشروع تلاقي حمام السباحه ولا تلاقي الاستقبال، فاهم قصدي؟ فهي الفكره كلها في الزوننج كمان، لازم يبقى وانت بتعمل الزوننج انت عارف فين اماكن كل حاجه. طيب نكمل. طيب هو لو خدتوا بالكم هتلاقوا احنا عملنا ايه؟ عملنا الملعب وعملنا المبنى الاجتماعي الاستقبال. هو المشكله كلها في المبنى الترفيهي، هو ده اصلا النشاطات اصلا المشروع قايم عليها، اللي هو حمام السباحه، ملاعب التنس والطاوله، ملاعب يعني ملاعب ازاي؟ الطاوله دي حاجه اوضه صغيره اصلا تمام؟ هتلاقي الانشطه بقى اللي المشروع اصلا قائم عشانها. فكل المساحه اللي قدامك دي هتبقى عشان، فانت ممكن واحد يعمل ايه؟ يقوم واخد الحته دي كلها ويعمل فيها مبنى كبير كده زي اللي احنا شفناه من شويه. يعني هو ده ولا بص انا هجمع الحاجات كلها في مبنى واحد ويقوم عامل المبنى كله اهو تمام؟ وده مبنى الاستقبال ودي الملاعب. على فكره هو صح، هو مش غلط، بس مش ده اللي مطلوب منه. هو الاستقبال ده هو الاجتماعي؟ هو مبنى الاجتماعي ومبنى الاستقبال. هو يعني معظم الناس بيبقى في النص، بيبقى في النص السنتر بتاع الارض. مبنى الاستقبال في النص؟ ماشي، ما هو ده اوبشن. ما هي احنا قلناها من شويه ان هو انا ممكن ادخل على لاند سكيب وفي الاخر الاقي مبنى الاستقبال. ده بيديك فرصه انك تشوف المشروع كله وبعد كده تدخل على مبنى الاستقبال. يا جماعه مبنى الاستقبال انت مش هتخش تحجز، انت اصلا مش هتخش النادي من بوابه النادي الا لو انت حاجز. هو مش زي مثلا مش لو داخل فندق، انت لو داخل فندق انت بتخش الاستقبال تحجز اوضه، مفيش اوضه خلاص السلام عليكم وبتمشي. طب هنا في النادي انت مش داخل تحجز، انت اصلا على البوابه مش هيدخلوك. فانت داخل مبنى الاستقبال ده عشان لو عايز تسال على حاجه، عايز تقعد في الصالونات، يعني مبنى من ضمن نشاط من ضمن الانشطه. فاهم قصدي؟ مش استقبال زي اي مشروع تاني. طيب فهتلاقوا هو اسمه اصلا المبنى الاجتماعي مش المبنى الاستقبالي. فهتلاقيه ممكن يبقى في النص مفيش مشكله، بس انا ما بحبش احط مباني في نص المشروع بتاعي. ليه؟ هتلاقي انت عشان تعدي مثلا هتلاقي اللاند سكيب بقى عامل كده، لو انت حطيته هنا هتلاقي نفسك بتلف حواليه عشان تشوف اللاند سكيب. فاللاند سكيب بقى عباره عن قطع انت مش قادر تشوفها كلها. فدي مش حاجه حلوه. لكن لما تخلي المباني كلها على الاطراف بتاعتك، يعني كل ده كده يبقى عباره عن مباني واللاند سكيب في النص هنا كده. انا همسح الكلام ده كله دلوقتي، بس حته اللاند سكيب في النص كده دي احسن حاجه، انا قادر اشوفه من اي مكان تمام. طيب هو البول اللاند سكيب هو البول اللي هو عايزه تبع ولا لا؟ هو البول هو طالب واحد، فانت ممكن تعمله او يعني لو هنعمل حاجه في اللاند سكيب مسطحات مائيه مش لازم الناس تنزل فيها، هيبقى انت نوافير بس يعني. لو افترضت ان انا
خليت المبنى بتاعي هنا مبنى الاستقبال او هنا او في اي مكان كان مكانه. انا ليه بحط لكم الاوبشنز دي كلها؟ عشان اقول لك ان هو مفيش حاجه اسمها غلط. هو المبنى ممكن تحط فين اللي هو اول لما بتدخل مثلا ممكن تدخل من الحته دي تلاقي كل دي كده لاندسكيب، وبعد كده تدخل على مبنى الاستقبال وتخلي الناس هنا لسه كلها صالونات كلهم باصين على الفيو، شايفين اللاندسكيب ده وشايفين الملاعب، وبعد كده تحط المباني الترفيهيه كلها هنا. بس هي الفكره الوحيده اللي خلاني قلبت الكلام ده كله ان المبنى الترفيهي انا جوه البول مش محتاج سهم الشمال. طب وانا بلعب تنس او بلعب ايه؟ انا مش محتاج سهم الشمال في حاجه. فاهمين قصدي؟ لاني مش بتفرج على الفيو. فاهمين قصدي؟ انا هناك محتاج في المبنى الاجتماعي محتاج الشمال والفيو الاثنين مع بعض. فعشان كده انسب مكان ليهم هيبقى هنا، لانه انا شايف الفيو وفي نفس الوقت متوجه شمال. لكن الحاجات دي انا وانا بلعب هل محتاج ابص على الفيو؟ طيب هي كده الصاله مقفوله، فانا محتاج مش محتاج ابص الشمال بس. فهي ده اللي خلاني قلبت الموضوع وخليت المبنى الترفيهي في المكان ده. انت عايز ايه؟ ترفيهي ده؟ اه فاهمين؟ انا كنت عامل كده في الاول للسبب ده. انت عايز تقلبهم وتعالج الموضوع براحتك، كل ده حاجه متاحه ليك انت. طيب ايه ما لو حد تاني او مش فاهم حاجه يقول لي. اي حاجه انا بقعد فيها مش بعمل حاجه. اي حاجه مثلا يعني لو انا بلعب تنس هل محتاج ابص على الفيو او محتاج سهم الشمال؟ ممكن احتاج الشمال لو انا مهوي الصاله طبيعي، بس مش محتاج الفيو اكيد. مش هبقى قاعد بلعب وببص على الفيو تمام. بس لو انا قاعد على كافيتيريا مثلا او قاعد في مطعم، لا انا باكل وببص على الفيو. ففي الحاله دي انا محتاج الفيو ومحتاج الشمال تمام. فانت يعني فكر في كل حاجه انا بعمل ايه، ايه الاكتيفيتي اللي انا بعملها في المكان ده. لو انا بعمل حاجه تسمح ان انا خليني يعني اشوف الفيو، فيفضل ان انت تبقى شايف الفيو في نفس الوقت متوجه شمال تمام. طيب فالمباني الترفيهيه كلها غالبا يعني مش هتبقى محتاجه ان انت تبقى شايف الفيو والشباك في نفس الوقت. طيب عندك حمام السباحه ساعه 20 سبقه كتير. طيب لو افترضت ان انا عندي المساحه دي كلها اللي هعمل فيها المبنى الترفيهي، هو بيقول لك في الاول ان هو عاوز صالات العاب وبعد كده البول وبعد كده المكتبه كافيتيريا السباحه الحضانه نادي السباحه المسرحيه. طيب هنفترض دلوقتي ان احنا عندنا مبنى الاستقبال هنا او هنا او هنا في الحته اللي على الجنب دي محتاجينه في حاجه دلوقتي، وعندي باقي الحاجات دي كلها المفروض احطها هناك تمام. طيب هتلاقي عندك في الاول الصالات، الصالات دي اللي هي بتاعه التنس وكده ممكن تبقى بتدخل على مكان استقبال اهو فاضي ومتقسمه كده، هي بتبقى عباره عن اوضه وكل ده ازاز او مفتوحه تمام. يقعد على مكان فيه ترابيزه كده ماتش طالب تنس وطاوله بلياردو والعاب الاجتماعيه ماشي. طيب هو ممكن يبقى مبنى بالشكل ده عباره عن ترابيزات تنس او طاوله وبعد كده طاوله. طبعا هتبقى محتاج ترابيزات وكده، هتلاقي اماكن العاب اللي هي الجيمنج اللي بتبقى موجوده دي فممكن تبقى متوزعه تمام. في ايه تاني؟ بس يفضل بقى دي ايوه اي مبنى لازم اخش الاول على صاله، اي مبنى لازم اخش في مكان فاضي وبعد كده ابدا اتوزع. ويفضل في المكان الفاضي ده يلا ودي بقى ايه عشان مش ودي هناك عندنا اي مبنى
اي مبنى ايا كان لازم الاول اخش على صاله وبعد كده ابدا اتوزع على الصالات اللي فيه او الانشطه اللي موجوده فيه. تمام؟ لان مش هينفع ابقى داخل مثلا التنس وبعد كده الاقي نفسي يعني مثلا المبنى ده الاقي نفسي دخلت على كوديت كده ولا هنا في ايه. طب انا دخلت منين اصلا؟ احط الباب كده ودخلت افضل اتمشى ولا اعمل ايه؟ فاهمين قصدي؟ فلازم الاقي الصاله دي، وكمان لازم في اي مبنى هعمله في اي صاله لازم الاقي الخدمات بتاعتي اللي هي التويليت. لان مش هينفع مثلا ابقى انا قاعد بلعب وعشان اروح مثلا التويليت او اروح مبنى اللي فيه البول مثلا. لا، هو اي مبنى هيتعمل هيبقى فيه تويليت. تمام؟ طيب، فلو افترضت ان ده اول مبنى اللي هو بتاع الصالات، طب ده يتحط فين؟ ممكن يتحط في اي مكان وممكن يبقى هنا. لان هو لا شايف فيو ولا محتاج يتوجه شمال، وحتى لو احتاج ان هو يتوجه شمال انا هخليه باصص كده، هخلي فتحاته كلها من هنا. فيه كله؟ لا، الصالات. صالات الالعاب الخفيفه والتنس والكلام ده. تمام؟ طيب. بعد كده انا هفترض ان كل مبنى لوحده، وبعد كده لو جمعناهم هيبقى عامل ازاي؟ طيب بعد كده عندي بول. طيب البول ده ممكن يبقى حاجه من اثنين، يا اما مفتوح يا اما متغطي، يا اما مكشوف يا اما متغطي، حاجه من الاثنين. فلو انا هعمله مثلا بول مكشوف يفضل ان هو يبقى في المكان ده، يبقى في النص عشان الناس كلها تبقى شايفاه، عشان لو انا ما حطيتوش في النص وهو مساحته كبيره مش هعرف احط لاندسكيب في النص. ما اعرفش فهمته ولا لا. مساحته كبيره، فانا لو حطيته على جنب هتلاقي ان الكتله دي لما هعمل المشروع كله اجي ارفعه يعني هتلاقي هنا في مباني وهنا مباني والحته دي كده في الاخر فاضيه. هي تعتبر هنا من ضمن اللاندسكيب، فهتلاقوها على جنب، مفيش حاجه متغطيه في المكان ده، فتحس ان في حاجه فاضيه، حته ناقصه. فاهمين قصدي؟ فيفضل ان هو لو هتعمل البول مكشوف يبقى موجود في النص. لو هتعمله متغطي خلاص اعمله في اي حته ان شاء الله يبقى هنا، بس ده هيبقى متغطي. فممكن يبقى في اي مكان. فاهمين قصدي ولا لا؟ هو مساحه البول بتبقى كام مثلا؟ طب هو طالب؟ هو بيقول لي كده؟ هو حد قال الرقم طيب؟ ماشي. الملعب ده كان 18 في 20 20 في 40 يعني 200 400. طيب الملعب ده 800 متر، يعني لو احنا هناخد 200 هيبقى حاجه قد كده. تمام؟ فالبول مش كبير، البول قد كده بالظبط. فممكن يبقى موجود في النص وحواليه لاندسكيب كل ده. ده البول اللي برضه لازم يبقى عليه الاستقبال ما هو انا في اي مكان، انا لو هنا ابقى شايف البول. الفكره ان مفيش حاجه تمنعني، مفيش يبقى في اي حاجه، مفيش مبنى قدامي يمنعني اشوف البيو. هو انا ممكن اعمل يعني خلاص احنا في تمارين وده على الجنب وغطين واحط في النص هنا اللي هو ميه وفيها نافوره. اه يعني ممكن اخلي الحمام السباحه ده بما ان هو كاتب ان هو للاطفال ممكن يبقى على جنبه متغطي. بس لو هتعمل حمام سباحه متغطي لازم في اي وقت من في اي وقت من اليوم الحمام السباحه بيتفتح عشان الشمس طبعا هي اللي بتنضف الميه. بس هو ما قالش ان هو الاطفال. هو كاتب ب 20 طفل. لا حمام السباحه. ماشي تمام. فحمام السباحه ممكن يبقى متغطي او لاندسكيب على حسب. ولو هيبقى متغطي زي ما قلت لكم خلوه بس في اي وقت من اليوم يتفتح عشان الشمس هي اللي بتنضف السباحه. ممكن يبقى ستيل وممكن يبقى عادي فريم. بغض النظر هو انت هتخلي اللي فوق ده وانت بتصممها يعني بتخليها زي المنور، مش المنور مفتوح. طب ماشي، وبعد كده احط فيه ازاز فيقدر الازاز ده ان هو يتفتح ويتقفل. او بيبقى اللي هي اسمها التنت اللي هي عامل زي الخيمه كده. ايه؟ ايوه بالظبط، اللي هي بتتفتح وبتقفل. تمام؟ طيب هتلاقي موضوع البول كمان سهل لان مساحته اصلا صغيره، انا كنت فاكر ان مساحته كبيره. ده هو ده بس. ويبقى متقسم كده قطع عشان يتمرنوا فيه. بعد كده هتلاقي عندك المكتبه. يفضل بقى المكتبه تبقى متوجهه شمال. او مش يفضل، هو احسن ده الافضل يعني ان هي تبقى متوجهه شمال. لو عرفت تخليها شايفه الفيو كمان هيبقى احسن. ما عرفتش خلاص مش مهم قوي. فانا ممكن اخلي المكتبه لو اعملها مبنى لوحده اخليها هنا.
ممكن كمان ادخلها في المبنى الاجتماعي، انا ما عنديش اي مشكله. تمام، يعني ممكن من ضمن المبنى الاجتماعي ده يبقى فيه مكتبه صغيره كده اللي هي تبع المبنى الترفيهي، ممكن تبقى معلم. طيب بعد كده عندي حضانه. طيب هو طبعا انا مش عارف النشاط بتاعها ايه، يعني هو لو بسيب فيها الاطفال على من ما اقضي يوم يعني، فهتبقى حاجه زي الكيدز اريا كده، اماكن العاب، دخل الطفل يفضل بقى يشقلب بقى في المكان كده. بس هو محدد 20 طفل يعني، ما عندكش مساحه محدد 20 طفل؟ ما انا مش عارف مين اللي دخل حضانه في نادي ايه فراكن سيريو، هذه كيدز اريا، فهتلاقي ان هي اصلا يعني حاجه، هي اصلا حاجه صغيره مش كبيره يعني. فانا بس عايز اوصل له ان هو لو مكان هقعد اتعلم فيه هبقى محتاج ان انا متوجه شمال، لو مكان انشطه العاب وكده فمش محتاج الشمال في حاجه، ومش محتاج بيوت والاطفال يعني مش فاهمين حاجه. فممكن تحطهم في اي حته يعني. تمام، طيب ممكن المبنى ده يبقى هنا مثلا، احنا هنشوف بس الاوبشن لا، او يفضل هنا جنب المكتب. طيب بعد كده عندي كافيتيريا. لو ايه؟ لو المكتبه كانت في المبنى الاجتماعي، الحضانه تبقى المبنى الاجتماعي. انا اصلا افضل ان الحضانه لو هي فعلا بسيب فيها الاطفال هي تبقى في المبنى الاجتماعي، افضل يعني. هو اول لما ادخل ادخل الاستقبال كده الاقي مكان كده بسيب طفلي وبعد كده بلف في النادي زي ما انا عايز. ايه؟ مش سامع. طيب بعد كده عندنا الكافيتيريا، وفي الحالة دي غالبا الكافيتيريا هتبقى حاجة مفتوحة في اللاندسكيب، مش لازم يبقى مبنى مقفول، يعني ممكن يبقى عبارة عن مثلا حاجة كده، هو عبارة عن مبنى اللي فيه مثلا الخدمات اللي هو فيه الكاونتر والحمام، وبعد كده كله قاعدين هنا، عبارة عن أماكن كده بليفلز مختلفة الناس تطلع تقعد فيها، يبقوا قاعدين هنا وشايفين الفيو، هم قاعدين اصلا في وسط الفيو. فمن هنا طبعا مش هيقول لي بقى متوجه شمال ولا مش شمال، هو اصلا قاعدين في الفيو كله. تمام، طيب بعد كده عندي السبا او النادي الصحي، ده بقى الجديد تقريبا مش كل الناس عملته. انا كنت واخد مشروع زي كده في سنه ثانيه، حليت المشروع كله ما كنتش عارف اعمل ايه في النادي الصحي. تمام، ممكن اجيب صفحه ثانيه. هنرجع لها تاني. طيب ايه بقى النادي الصحي؟ مش عارف اطالب في جيم ولا لا؟ اه ايوه هو دكتور قال حطوا جيم؟ هو امتحان متكامل جيم وساونا ماشي. كل الناس شايفه هنا؟ شايفين؟ طيب النادي الصحي بيبقى عباره عن صاله استقبال، اي مبنى لازم يبقى فيه صاله استقبال. تمام؟ وبعد كده هتلاقي النادي الصحي بيتقسم لحاجتين، صاله كبيره جدا اللي فيها الجيم او اسمها صاله الايروبكس اللي فيها الاجهزه يعني اللي انا بتمرن فيها. تمام، يعني ممكن تحط في اي مكان بس انا افترض ان انا احطها هنا كده. تمام، وعندي بعد كده جزء تاني اللي هو بقى الحاجات المقفله، السبا والجاكوزي والمساج والحاجات دي كلها، فممكن تبقى هنا. تمام، طيب في بقى حاجه مشتركه ما بين الاثنين، حمامات وتغيير ملابس، فلازم اقدر اوصل لها من هنا ومن هنا، فهي ممكن تبقى في المكان ده. تمام، طيب هتتحل ازاي؟ هيبقى في طرق هنا كده في الاول، وبدخل بلاقي كل ده كده عباره عن لوكر، وفي دكه في النص مثلا كده، ده تغيير ملابس، وبعدها بدخل من خلاله على الجزء اللي بعديه اللي هو فيه الاحواض
وبعد كده الجزء الاخير هيبقى متقسم شاور وقدامها الكابينه بتاعه التويليت. دايما التويليتس بتبقى اخر حاجه تمام. الملو يعني الحمامات في جزء بيسموه اللي هو الملوث او الديرتي، والجزء اللي هو النظيف اللي هو ميه حوض، ده حاجه نظيفه. فممكن ده اللي يبقى في الاول، وفي الاخر خالص بحط التويليتس اللي هي دول تمام. طيب وقدامها بيبقى فيه الشاور، بيبقى عباره عن دش كده، وكل ده اماكن بكل. فده يعتبر من احسن الحلول لموضوع تغيير الملابس بالحمامات والكلام ده كله. طيب الدره دي هتلاقوها مفتوحه على هنا كده، وهتلاقوها مفتوحه على هنا. فانا اقدر يعني انا دخلت مثلا الجيم، او لما ادخل ادخل هنا كده اغير هدومي او ادخل الحمام، وبعد كده بقوم طالع على صاله الجيم، وبعد كده بخلص باخد بدخل هنا وبعد كده برجع تاني. نفس الكلام هنا، او لما ادخل ادخل كده اغير هدومي وبعد كده اجي على هنا. طيب ايه بقى اللي هنا؟ هي عباره عن اوض، اوض صغيره جدا مش كبيره. طيب والاوض دي مش لازم تبقى متهويه، لان اصلا المفروض انها تبقى مقفوله. يعني اوضه مثلا الستيم، اوضه البخار، هي مقفوله مش لازم يخش لها هواء، فهتلاقي كل الاوض دي مش متهويه. فلو هتحطها هنا خليها لازقه في المبنى ده. تمام. والناحيه الثانيه تبقى حاجات كده اوض صغيره، اوضه للدكتور، واوضه علاج طبيعي، واوضه للكشف. يعني حاجات كده بسيطه، دي بتبقى ممكن يبقى طالبها وممكن لا. دول ايه؟ تمام. فهم دول اللي هيبقوا متهويين، بحيث لو واحد مثلا هنا فجاه في الاستيم اتخنق، طب هيعملوا بيه ايه؟ هيسيبوه في الاوضه المقفوله دي، يقوموا واخدينه وطالعين بيه على هنا، تبقى اوضه فيها سرير في النص. تمام. فلازم تبقى متهويه. ما هو دي بقى كنت هقولها في الاخر، ان هو ساعات بيبقى المبنى ده النادي الصحي متقسم ساعات او ايام. يعني مثلا يقول لك ايه، من 3 ل 7 السيدات وبعد كده رجال، او مثلا يوم السبت واثنين واربعة ده سيدات وبعد كده الباقي رجال. لو هو ما اعرفش هو طالب ده ولا لا. طب لو هو الاثنين، الحاجه الوحيده اللي هتتقسم ال مش هينفع، هو المبنى كله هيتقسم، هيبقى مبنيين. تمام. ما معرفش هما طالبين ايه، يعني ممكن مثلا يقول لك ايه اعمل لي الجيم ميكس، بس اكيد التغيير ملابس والتويلت مش تغيير ميكس. تمام. نفس الكلام في النادي الصحي اللي هو ده، فهتلاقوا ايه بقى حصل ايه؟ ان الجيم هيفضل في النص، وهتلاقوا دي اتقلبت الناحيه الثانيه. الجيم الحاجه الوحيده اللي مشتركه، لكن باقي الحاجات مش مشتركه. تمام. هو الحاجات دي ملهاش حاجه زي الجاكوزي والكلام دوت او العياده، اكتب اسمها وخلاص. اه اكتب اسميها. اصل هو لو افترضت مثلا انت قاعد في اوضه الستيم، هي عباره عن اوضه عامله كده، تدخل بتلاقي فيه كده الناس تدخل تقعد. هي الاوض دي بتكون مساحتها كام؟ الاوض طيب لو دخلتوا على كتاب نايفر هتلاقوها، بس هي بتبقى مساحتها صغيره، هتلاقي مثلا 2.5 في 3، 2.5 في 2 على حسب. هي مالهاش مساحه معينه، بس ليه بتبقى صغيره؟ عشان البخار. الكثافه بتاعت البخار بتتعمل بسرعه، يعني هي بتبقى اوض صغيره جدا. اوضه المساج هتلاقي اوضه كبيره كده وفيها مكان في النص اللي هو السرير اللي موجود في النص ده. يعني بنكتب عليها وخلاص، مش لازم تكتب، مش لازم تفرشها، يعني اكتب هي ايه بالظبط. تمام. فهتلاقي ده كده المبنى بتاع النادي الصحي. طيب في واحد بقى لما يجي يحله، ايه الحاجه اللي انا ممكن العب فيها هنا في الشكل بتاعها؟ الجيم. الجيم ممكن مثلا لو انا دخلت الصاله تلاقي الجيم شكله حاجه عامله كده، كل ده كده جيم. او ممكن الجيم يبقى واخد شكل دايره. الشكل ده كله شايف الفيو. فهتلاقي ان الجيم هو المساحه الفاضيه الكبيره اللي انا ممكن اعمل فيها اي شكل انا عايزه. تمام. طيب فده كده النادي الصحي. معرفش هتصوره ولا لا قبل ما اجي.
ايوه صاله البطاطا فيها العيب دي بعمل حاجه واحده. الصاله يا جماعه اي حاجه تانية يعني البول هيبقى فيه نفس دي، مش هحطها هنا بس هي دي موجوده في البول، تغيير ملابس وحمامات وكده. وقت لو اي مكان انا بعمل فيه نشاط وابتدي ان انا اغير هدومي لازم دي كلها تبقى موجوده بالظبط. هي ليها كذا شكل، مش لازم تبقى بالشكل ده، يعني ممكن تبقى متقسمه سيكشنز ورا بعضها، ممكن تبقى على شكل حرف ال، اي حاجه. بس هي الفكره كلها ان هم عباره عن ثلاث فراغات، تغيير ملابس وبعد كده الاحواض بعد كده التوينز. طيب فلو افترضت ان المبنى بتاع ال هو كنا بنتكلم عليه ان السبا او النادي الصحي، لو افترضنا ان هو جه هنا هيبقى فاضل لي في الاخر المسرح. ايه؟ وانا دلوقتي عمال احط يعني كل مبنى احطه في مكان، هل في اي مباني المفروض تبقى قريبه من بعضها؟ هم كل اللي انا شرحته ده ممكن يبقوا كلهم في مبنى واحد، هم اصلا ممكن يبقوا قريبين من بعض، في نفس الوقت ممكن يبقوا بعاد. انا يعني مثلا لو رايح العب سباحه، هل محتاج ان انا ابقى قريب من النادي الصحي؟ انا اكيد مش هلعب الاثنين في يوم واحد. مفيش بني ادم هيلعب جيم وبعد كده ينزل حمام سباحه. تمام؟ فانت جاي لحاجه. فانا ممكن اجمعهم كلهم في مكان واحد وممكن ابعدهم عن بعض. مش فارقه، هي مش نشاطات مترابطه ببعضها. الحاجه الوحيده اللي لازم تبقى ماسكه في كل ده الكافيتيريا. عشان كده انا حطيتها هنا. وممكن تبقى هنا. الكافيتيريا مفتوحه كده، هي قريبه من كل ده. انا بعد ما اخلص الجيم هنزل اقعد في الكافيتيريا. قبل ما اخش حمام السباحه هقعد في الكافيتيريا او بعدها. تمام؟ فدي الحاجه الوحيده اللي هتلاقوها مشتركه ما بين كله. لكن بقيه الحاجات هي انشطه مختلفه عن بعضها، مش ينفع اعمل كله اصلا في يوم واحد. طيب فلو جينا خلاص احنا حللنا المشروع ان هو الحاجات دي كلها ما لهاش اماكن معينه، مش لازم اقول لك ان هي لازم تبقى هنا، لازم دي تبقى هنا. تمام؟ فخلاص انا كده حليت كله، ناقص في الاخر المسرح. انا مش عارف هو مكشوف ولا لا، المسرح مفتوح. المساحه مناسبه لاقامه الحفلات. تمام. ممكن يبقى دي تغطيه خفيفه. طيب المسرح هعمل ازاي اصلا؟ في لا هو مسرح مكشوف عباره عن اماكن اعداد في اللاندسكيب كده، هو كان في واحد هنا. ممكن تكون ده مسرح عدواني مثلا؟ ايوه بالظبط. هو اصلا احنا واخدين المسرح مكشوف منه. كان في حد من الطلبه عاملها؟ هو لو في صورة انا شفتها بس مش فاكر فين. انا جايبها بس مش فاكر فين. اتقلب بسرعة كده. هو ده بس ده على كبير شوية، هو عبارة عن ستيبس كده نازل لتحت والناس بيبقوا قاعدين عليه بيتفرجوا على الأنشطة، سواء في أكتيفيتي الناحية التانية أو قدامهم. بس ده كبير. هو ده حاجة كده شبهه بس على مش باين لها ملامح يعني. شايفين السلالم دي اللي انا قاعد عليها دي؟ ايوه هو ده كده الستيج. بالظبط. بس انا هناك باصص على البحيرة. ايوه. تمام؟ بس هو بيبقى حاجة عاملة كده، ممكن في الحتة دي يتحط كده ستيج الناس تقعد تتفرج عليه يعني. مش كراسي؟ لا. المفتوح ده بيبقى عبارة عن ستيبس تحت بعضها. سلالم بقعد عليه. هو ده ال هو احسن حاجه احسن شكل ليه اللي هو الروماني صح؟ هاخد ده عليه ونشوف. طب هو عرض السلمه اللي هو ايوه عالي قوي. عرض السلمه اللي بيتحط عليها الكراسي. لا هو مفيش كراسي. هو يا جماعه بصوا هقول لكم على حاجه. حد راح الاستاد؟ الاستاد عباره عن سلالم كده وعليها كراسي. احنا بقى نشيل الكراسي. بس ايوه بالظبط هو كده. تمام؟ طب لايبه حواليه ايه بقى؟ ايه؟ لايبه حواليه. نسبه نسبه. هو حاجه عامله كده يعني، لو دخلت كده على النت كده اوبن ثياتر هتلاقيه. واحنا هناخد الفايل مثلا؟ اه. هيبقى حواليه ايه؟ لان هو كده محتاج ان هو يبقى بعيد عن حاجات كتير. ليه؟ لان هو مش هينفع يبقى جنب الملاعب. طب هفترض ان هو مثلا وقعدك شويه كده. هفترض.
ان انا عندي هنا منطقه لاند سكيب اهي مجمعه كل الحاجات دي مع بعضها. رحت جيت عملت كده كل دي مدرجات قاعدين بصين على اللاند سكيب اللي هو كل ده. ممكن احط هنا ستيج او لا براحتي تمام. ممكن يبقوا هم اول لما ادخل كده الناس اول ما تدخل تلاقي ممشى كده حواليه ولو هنا في سلالم بنزل اقعد عليها وبص على الفيو كله. ده ممكن مكان للستيج عادي هو بيتحط في اي حته. يعني انا ماشي في اللاند سكيب فجاه لقيت ستيج بنزل اقعد عليه وبص على الفيو او بص على الايفنتس اللي موجوده تمام. طيب انا مش عايزه يبقى هنا خلاص حطه في اي حته. ممكن يبقى على الجنب هنا ممكن يبقى هناك في الزاويه دي كده. بس الفكره كلها خلوا توجيهه دايما لجوه. يعني لو احطه هنا كده هي بتقسم كده بحيث ان هو يبقى شايف الفيو داخل. هو الستبس ده هتخلي المشروع كله ماشي على الستبس لا هو بس لوحده. بص هو لوحده نازل لتحت. ممكن بقى لو انا عملت كده وعايز اخلي اللاندسكيب كمان ينزل معاه اضطر ان انا بعد كده اخلي في ستبس كده لف حوالين المشروع كله باشكال مختلفه بمساحات مختلفه. يعني ممكن انزل الستيب دي وبعد كده امشي شويه وبعد كده انزل وبعد كده امشي وبعد كده انزل فكاني نزلت باللاند سكيب كله لتحت. هو تقريبا مش محدد دايما يعني طيب مثلا هو ده طالب خدمات هو ما بيبقاش في خدمات اصلا ايه؟ هو مش طالب. فانتوا هتشوفوا الحاجه المتاحه يعني اللي هو شكله مناسب يعني بس هو مش محدد اي حاجه بس هو يعني حاول تحطوا حاجه مناسبه. حاول نتخيل مثلا بيجري بشكل كامل. الايه؟ الاستيدجت وراها حاجات صح؟ ايه؟ الاستيدجت وراها ممكن لا يا جماعه ده المفتوح. لو انا عايز اعمل حفلات وبعمل حاجه زي كده بنعمل احنا ورا المكان ده اوضه اللي هي بتبقى زي كابينه كده بيبقى فيها تغيير ملابس وبعمل بقى ستاره وكام يعني هو مش طالب. هو مش طالب حاجه دي كلها. هو مش طالب مساحه طيب ولا عامل ولا طالب اي حاجه. هو كاتب مصلح مكشوف طالب مكتب بس لا مش شايف طالب مبنى خدمات طالب مبنى خدمات للمصلح ماشي. طيب هو فين طالب مبنى خدمات للمصلحة؟ ما هو طالب مش فاهم. هما الدكتور طلب من الناس تسال اسئله والاسئله دي لما بعتها بالذات هو الدكتور قال ساعتها يعني؟ طيب هو لو طالب مبنى خدمات للمصلحة فالمفروض يعني يا جماعه لسه ما شرحناش الباركنج فعايزين ننجز. المصلح هيبقى حاجه عامله كده ممكن يبقى ليه اي شكل. ممكن يبقى عباره عن اليبس كبيره كده وبعد كده بنقوم مقسمينها لجوه وبعد كده بنقوم واخدين خط كده في سلالم واحد كمان هنا كده في سلالم. الفرق بين المدرج وبين السلم السلم بتبقى على ارتفاع 20 سنتي لكن المكان اللي انا بقعد عليه بيبقى واخد سلمتين مع بعض. شخص قاعد تمام بيحتاج 40 فهتلاقي ان هو عباره عن السلالم دي هتلاقيها كده سلالم قريبه من بعض كل سلمتين قدامهم مدرج بقعد عليه تمام. هتلاقوا لو خدتوا عندي هتلاقوا حاجات كتير جدا انا بكتبها بس مش عارف ايه مش لاقيها ليه. مش معنى انت ليه معنى انت اعمله ضد نفسي والسؤال الثاني ايه التغطيه بتاعته لو عايز تغطيه. لو ده المصلح بتاعي اهو طبعا بينزل لتحت هتلاقي نفسك طلعت بينا بشكل كده ونفس الكلام هنا وبعد كده رحت عامل تغطيه فوقيه متشاله من هنا ومن هنا ومن هناك. هي انسب حاجه عشان تجيب لك مساحه كبيره جدا ونازله على الاعمده في الاخر.
تمام. طيب الجزء بتاع الخدمات لو خدتوا بالكم ان انا او ممكن تحط في اي مكان، بس لو السيات بتاعي لو جينا كملنا السكشن ده لتحت هتلاقوا ان الارض كانت هنا وبعد كده عشان انزل بفضل انزل تحت والمصلح بقى هنا صح. فانا ممكن اخلي الخدمات تحت الارض وبدخلها من هنا، يعني مثلا الحته دي كلها كده المفروض المصلح اهو، في من هنا باب وضع دي خدمات. المشكله بس ان هي مش هتبقى متهويه، فلو عايز اهويها هعمل حته فاضيه كده وراها اسمها انجلش كورت بتبقى نازله لتحت، تبقى نازله يعني انا لو ماشي فوق كده هشوف حاجه تحت هي كده فيها لاندسكيب بيتهوي فيها الاوض اللي تحت. فانا كده حطيت الخدمات في جزء مخفي جدا تحت الارض ومحدش شايف منه اي حاجه، الناس دول داخله من الجنب في طرقه كده في اوضه اهي ومتهوين على اللاندسكيب الخارجي ده اللي هو الخلفي اللي هو اصلا مفتوح للبزنس، ما اعرفش فهمتوها ولا لا، فاهمينها ولا لا؟ هعمل لكم سيكشن ليها. اللي هيحصل ايه بقى؟ ان انا هنا بفضل انزل على السلالم دي كلها لغايه لما فجاه عشان وصلت للمصلح ده بلاقي نفسي بقيت في البيزمنت. صح؟ طيب الاوض بتاعت الخدمات هتحطها فين؟ قدامك حاجه من الاثنين، يا اما هتحطها فوق اصلا في الاول فوق الارض كده عباره عن كابينه، يا اما هتخليها ورا المصلح تحت الارض هنا كده بس انت محتاج تهويها فهتعملها شبابيك وتاخد حته من الارض قدامها فاضيه كده وبعد كده تطلع للارض بتاعتك. طيب الناس اللي ماشيه فوق هنا ده الارض دي اصلا هيقعوا هنا فبنوع من لهم هندلين. فهمتوا؟ ده اسمه ايه بقى الحته الصغيره اللي نزلت تحت دي؟ عشان لو عايزين تقعدوا عليه عنك. هو على حسب المصلح اللي انت عاملها قد ايه؟ على حسب الـ 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 المكان اللي انت عاملها قد ايه؟ يعني ملهاش مقاس معين، لان انت لو خدت بالك هتلاقي في مسارح بتتعمل مثلا 50,000 شخص، 5,000 شخص سوري يعني، زي المعمول في شرم 5,000 شخص. فهتلاقي المساحه كبيره بس يعني بتتعمل لها حاجه اسمها زوايا الرؤيه بتاعتي، بدات حاجه اسمها الصوتيات والمرئيات والحاجات دي. وملهاش لازمه دلوقتي، هو اصلا المصلح هيبقى صغير جدا مش كبير. طيب هو لو هينزل للبيزمنت بالشكل ده فانت هتحتاجي لكل سلمه من دول 40 سم، يعني 40 في 10 لو 40 في 10 هيبقى 4 متر، يعني لو هتعملي 10 مدرجات فوق بعض هنزل 4 متر لتحت، بس هو 10 كتير، حاولوا تنزلوا 3 بس، يعني خليني نازل 3 متر بس فهتلاقوا في الاخر 8 مدرجات ولا 8 استبات. تمام؟ طيب ده كده بالنسبة للمسرح ازاي نهويه؟ طيب هنكتشف حاجة بسيطة جدا ان الزونينج سهل مش صعب، صح؟ هو كتير اه بس سهل، هو عبارة عن مباني هحل كل مبنى وبعد كده احطه في اي حتة، اللي محتاج توجيه هحطه ليه توجيه، اللي مش محتاج خالص. طيب ايه بقى اللي خلى يعني مثلا المشروع ده انا عملته حطيت كل حاجه في مكانها وكل حاجه تمام، انا لو سلمته كده هل كده المشروع في حاجه غلط او ناقصه؟ ايوه فاهم، انا بتكلم لحد دلوقتي هو مش غلط، ايوه هو محلول صح بس مش احسن حاجه. تمام. طيب هو اللي ناقصه اللاندسكيب او اللي اب، ايه اللي ربط المبنى ده مع ده مع ده مع ده، ايه اللي ربط المباني دي كلها مع بعض؟ مفيش حاجه. تمام. بس فاحنا محتاجين دلوقتي نعمل لاندسكيب. هو لو في الاول كده واحنا شغالين في الزونينج لاندسكيب هتلاقوه غالبا واخد الحته دي كلها، كل ده لاندسكيب المسرح اهو، يعني هنا اصلا ما كانش فيه مبنى، او لو ده الجيم
مسرح يا جماعه، هو في اي حاجه ممكن يبقى هنا المسرح ده حاجه مفتوحه، ممكن اخليها في اللاندسكيب، ممكن اخليها على جنب مش تفرق معايا في حاجه. لو خليته على جنب هيبقى واخد تغطيه، وهنشوف بقى التغطيه بتاعه المسرح ممكن تبقى عامله ازاي. يعني لو افترضت مثلا ان دي كتله ودي كتله، في كتله هي في كتله قصاد الناحيه الثانيه، والمسرح هو ده نازل لتحت. طب ما انا ممكن اوصل الكتلتين دول ببعض بتغطيه واحده، ويبقى المسرح تحتهم. فاهمين قصدي؟ فكل احنا خلاص احنا فهمنا البيزك بتاعنا. كل الحاجات اللي هتيجي دلوقتي هتيجي بناء على اللي اوت والافكار اللي احنا ممكن نجيبها. تمام؟ طيب فافترض دلوقتي في حاجه ناقصه، في اهم حاجه الباركنج. الباركنج ده في طلبه بتتفرج ولا ما بتعرفش تحل؟ مش عارف ليه. يعني الموضوع سهل جدا. يعني في ايه؟ هو بتاع المول ولا في حاجة مختلفة؟ ايوه انت حليت بتاع المول؟ طيب الباركنج بيبقى عامل ازاي؟ بنحل؟ معرفش ليه؟ الكود المصري او اللي انتوا عملتوه الترم الاول 2.5 5 صح؟ مش هو في السعوديه 3 في 6 2.5 5 تمام؟ ده المكان اللي بقف فيه. طيب الموضوع بيبقى سهل لو انا عندي مساحه مستطيله كده، بيبقى في شارع وفي باركنج والكلام ده كله. طب لو فجاه المساحه قلبت بقت عامله كده حل ازاي؟ اقول لكم على طريقه تحل بيها اي شكل لاند معمول فيه باركنج. تمام؟ اول حاجه هتعملها انك هتاخد اوفست من الشكل كله 5 متر. تمام؟ كل ده اماكن عربيات. لحد هنا، وبعد كده تقوم عامل كده، والحته دي هتبقى لاند سكيب. نفس الكلام. تمام؟ طيب وبعد كده المدخل بتاعي هيبقى منين؟ في الحاله اللي احنا شغالين عليها المدخل تقريبا من هنا. او ممكن من هناك مش فارقه يعني. طيب لما تيجي تحط المدخل سيب اول واحده دي حط فيها عربيات كده، وبعد كده خلي المدخل من هنا. عشان تبقى استفدت ان في عربيات راكنه في المكان. أو مش قوي يعني، مالهاش لازمة قوي يعني، بس خلي الدخلة من هنا عشان ده أصلا اللي هيتعمل شارع. تمام؟ طيب ما علينا، أول أوفست خدناه حطينا فيه عربيات، خد أوفست كمان 5. خمسة حارتين. مش العربيات مش 2.5؟ لا لا 6 7 حارتين. 5 دي لما هي 5 ماشي 6 ماشي. السبعة كتيرة. هو عامل حساب ان العربية اللي هي الراكنة دي تخرج، وما هي بتخرج في عربية كمان جاية ماشية مثلا. ما هي لو كده ترجع بظهرها كده والعربية ماشية عادي. هو الكود عندنا 6، ما اعرفش 7 دي منين. انا بقى بعملها 5 كده. هو 7 هو دكتور قال 7 لو رايح جاي. ماشي اعملوها 7 على حسب طبعا المساحه اللي عندك. فخلاص دي 5 وبعد كده 7 تتقسم لاثنين، اتجاه رايح واتجاه جاي. وبعد كده خد اوفست كمان 5، هتلاقيها تقريبا جات لك كده. فهتحط العربيه بتاعتك جوه الموضوع ده. تمام؟ طيب هفترض بقى ان الشكل ده كبير، يعني كان حاجه عامله كده. لو خدت اوفست وبعد كده اوفست تاني للعربيات، الحته دي هتاخد اوفست مثلا كده حطيت عربيات، طب واللي في النص بقت ايه؟ لاند سكيب. كتير ضيعت الباركنج على الفاضي. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ بنقسمها كده، بنقوم عاملين عربيات كده في ظهر بعض، وبعد كده شارع.
وبعد كده عربيات في ظهر بعض. تبقى شكل حاجة اسمها السمكة، أنا دايما بقول عليها السمكة عشان بتبقى فيه رصيف في الأول كده كده كده. وبعد كده اخر واحده اهي الحاره اللي بينهم كام؟ هي عربيتين يبقى 7. فاهمين قصدي؟ هنا مفيش وسط، مفيش بقى جزيره في النص ما عرفتش احلها ولا تعملها لاندسكيب، مفيش الكلام ده، لا انت جاي تحل على كل حاجه تمام. فالحل ده هلجا له لو الحته اللي في النص جت صغيره خلاص بعمل اوفست وبحط فيها العربيات بتاعتي، وده غالبا اللي عندكم يعني تمام. طب لو حسيت ان المساحه كبيره وفي جزيره في النص ملهاش اي لازمه اللاندسكيب ده، هتقسمها بالشكل ده تمام. فالشيب ده هتلاقيه ماشي معاك كتير قوي، ممكن لو القصد دي كمان كبر هتلاقيه عباره عن حاجات كده، كل ده عربيه تمام. كده احنا تقريبا عرفنا كل حاجه عن المشروع كزونينج للكتل، عايزين بقى نعرف هنعمل ايه في اللاندسكيب. الساعه 2:30 ايوه حمامات بس كده. طيب انا مش قلت لك كل مبنى هنحط حمامات؟ هو بنجيبها كل مبنى صح اللي بقول ايه؟ في عياده. ما هي دي اللي احنا عملناها في النادي الصحي الدكتور. ماشي لو عايز عياده ثانيه للملعب ممكن تعمل عياده للملعب. 25 متر. ايه؟ هي العياده اصلا كلها تقريبا 25 متر. ماشي طيب العياده دي هتلاقيها موجوده في مكان قريب من كل حاجه، ممكن تبقى جنب الملعب وجنب يعني بقول مش محتاج تقريبا او لانك لو حاجه هتحصل هيبقى بيغلق، فهتلاقي عياده جنب الملعب تمام. طيب اللي احنا عملناه لغايه دلوقتي احنا فهمنا المشروع اسس تصميم اقدر ان انا اعمل زونينج. طيب هل ده هيطلع لي اللي اوت؟ احنا عايزين في الاخر نعمل ايه؟ اللي اوت تمام. طيب فانا عشان اوصل لللي اوت خلاص احنا وصلنا ان في بلازا في النص ايا كان شكلها، في مباني حواليها في كل الحتت دي. لو انا هعمل مدخل من هنا فبدخل على الاستقبال، او ممكن اعمل مدخل كمان قصاده من هنا يبقى في اكسس كده تمام. ده كده الزونينج. انا عايز اعمل بقى اللي اوت، لازم عشان اعمل اللي اوت ودي حاجه مهمه جدا اعرف الستايل اللي هشتغل بيه اللي هو ايه بقى؟ هل انا هعمل المشروع هو عموما الزونينج ده ممكن تعمل اي حاجه اي ستايل. هل المشروع ده هيبقى عباره عن بوكسات كده؟ هشرحها لكم على جنب عشان تفهموها. لو انا عندي زونينج حاجه عامله كده، ده كده المفروض المبنى وفي لاندسكيب في النص ماشي؟ ده الزونينج بتاعه. طب المبنى ده ممكن يبقى مستطيل كده واللاندسكيب اهو عباره عن مستطيل. المبنى ده هو هو ممكن يبقى عامل كده واللاندسكيب عباره عن دايره، وممكن حتى ساعتها اطلع بكتل على شكل دوائر، هي دي مثلا كتله المدخل وفي كتله في الاخر على شكل دايره. طيب ممكن اعمل حاجه كده دي كتله المدخل، تلاقي حتى الخطوط كلها فيها انسيابيه كده تمام. ده وده وده الثلاثه الزونينج واحد، ولما تيجي تحل البلان هيطلع واحد مفيش مشكله، بس ده ستايل مختلف عن ده عن ده. فلازم عشان احل اللي اوت بتاعي، اللي اوت عباره عن خطوط للكتل، فلازم ابقى عارف الستايل اللي انا هشتغل بيه تمام. فانا هحدد الستايل اللي انا هشتغل بيه سواء ده او ده او ده، وابدا اجيب الداتا بتاعته كلها. ده اول ستايل اللي هو هتلاقوه كله كيرفات وهتلاقي فيه مثلا الليبسز وكده. لو جينا نقلب نفس الستايل الكيرفات، ده شويه اورجانيك هتلاقوا الكيرفات هنا مش متحد يعني مش واضحه قوي. بعد كده الستايل ده اللي هو الفري فورم هتلاقوه عباره عن خطوط كده بتبدا تاخد فيلت، يعني هتلاقي الخط ماشي كده وبعد كده يبدا ينزل وبعد كده يمشي كده، وبعد كده اسمه فري فورم
تلاقي مثلا الكتله عامله كده كلها كيرفات، بس الخطوط مش منتظمه، مش لازم يطلع لي في الاخر مستطيل او دايره، مش لازم يطلع لي شكله اسمه تمام. وبعد كده تلاقوا في ده العادي اللي هو المستطيلات، ولاند سكيب بتاعه مستطيلات مفيش اي مشاكل تمام. نفس الكلام مستطيلات مفيش اي مشاكل، كيرفز تاني مستطيلات كيرفز، ده شويه داخل في الاورجانيك لان مفيش ولا كده واضح هو شكله عامل ازاي. مستطيلات ده بقى ده اورجانيك مش بالمعنى قوي، بس هو يعني لو جيت رفعت الكتله ينفع تعمل معاك كتله. الاورجانيك بيبقى عامل ازاي؟ هتلاقوا الخطوط كده هتلاقوا المبنى. الفكرة في الاورجانيك بس عشان تبقوا فاهمين الستايل اصلا، هو ان انا مش بتعامل مع ان في حوايط وفي سقف، بتعامل كأنها كل حاجة واحدة، فاهمين قصدي؟ فتلاقوا المبنى بتاعنا كله طالع كده، ان انت بتمسك الكتلة بتشدها يمين او شمال فتلاقي طلع لك حاجة بالشكل ده، فاهمين قصدي؟ فاهمين قصدي ولا لا؟ وهتلاقوا بعد كده لما يجي يحط مثلا ازاز يقوم واخد حتة زي كده يقوم عاملها ازاز، بعد كده مثلا هنا كده يقوم طالع بجزء كده وتعمل ازاز. الموضوع فيه فلكسبيليتي عاليه جدا ان هو ممكن يجي في اي حته كده يقوم عامل فيها ازاز، ازاز ممكن يبقى طالع من حيطه ولافف وجايب السقف كمان، تلاقي الكتله مثلا بعد ما عملت كده تلاقيه مثلا بدل ما ينزل كده تقوم نازله لقدام شويه ويبقى في مدخل من تحتها الناس تعدي من تحتها. ممكن اصلا يبقى ده عباره عن رمب كده الناس تطلع عليه ويعمل لهم انشطه فوق هنا كده، يبقى دي كلها متكمله بس الحته اللي تحت دي كلها مفتوحه. فكانك بتطلع على السقف اللي فوق ده فتلاقي فيه انشطه مختلفه، فاهمين قصدي؟ الموضوع ما فيش حاجه كده محدده، هو كل حاجه سايحه في بعضها. فده الستايل بتاع الاورجانيك اللي هو دايما تلاقيه زي حديد شغاله بيه، فانا برضو ممكن اشتغل بالستايل ده. ساعتها لما اجي اشتغل البلان هتلاقي البلان مثلا يبقى فيه طلع لي مثلا ما بيبقاش بقى ايه مش الليبس، مش الليبس كده واضحه، لا بتلاقي الليبس مشدوده كده وبعد كده تلاقي في الليبس ثانيه مشدوده هناك وتلاقي المبنى طلع لك كده، وبعد كده عايز تضيف هنا جزء يقوم عامل كده. ويبدا يفضل يمشي على الخطوط لغايه لما يطلع شكل انسيابي جدا تمام، وبعد كده يجي يرفعه ويعمل فيه الاشكال اللي موجوده. فانا لازم قبل ما اعمل اللي اوت لازم اعرف الستايل اللي اشتغل بيه. طيب وبعد ما اعرف الستايل اجمع الداتا بتاعتي سواء بلانز او كتل تمام. ايوه في الحقيقي في الواقع بتتعمل على برنامج اسمه الراينو، بتعمل بنقط وبعد كده بتتصنع كل جزء من يعني الجزء ده كده البلاطه دي او دي او دي ولا واحده فيهم شبه الثانيه، هو بيتصنع بالكامل وبعد كده بيروح الموقع مترقم وبيتركب زي ما هو. المباني دي المباني بتاعت زحمه ما هو ماشي الحاجات دي من جوه. المباني دي عامله ازاي اصلا؟ هي عباره عن اسمه الستيل فريم، عبارة عن تراسس كده نازلة بزاوية كده وبيتركب عليها البلاطات دي. هفهمك حاجة، أنا دلوقتي ليه بحط عمود مثلا في نص الأوضة دي؟ أو ليه العمود ده موجود؟ بالظبط، لأن السقف عامل كده، لو مفيش عمود في النص هيتكسر. طيب لو السقف طالع بكده بكده
الحمل بتاعه نازل فين؟ على الجنبي؟ فالستيل بتاعه موجود في الجنبين اصلا، يعني هو بيتبني كده بيبقى اسمها الشيل. الشيل دي هو عباره عن هو اصلا شايل، هو شايل نفسه. لو دخلته على الاستراكشر بتاع زي حديد اسمه رينفورس الكونكريت حاجه كده، هتلاقوا هو عباره عن كده، عباره عن ستيلز بتنزل من الجناب على واخده الهيكل بتاع المبنى كله، وبعد كده بتركب عليها البلاطات. هو شايل نفسه. لو هتيجي تعمل بقى حاجه في النص، عايز تعمل بلاطات في النص، ساعتها البلاطات دي مش متشاله، هتحط لها اعمده، فاهم قصدي؟ لكن الشيب نفسه كله متشال من على الجناب. طيب فده هيفرق معايا في ايه بقى؟ ان انا هحدد بعد كده شكل البلازا دي خطوطها تبقى عامله ازاي. لو افترض ان البلازا دي هشتغل مثلا مستطيلات، فتلاقي مثلا في مستطيل كده، وبعد كده في مستطيل تاني هنا كده، وبيوديني على مستطيل تالت، وبعد كده الاقي هنا مربع كبير، وبعد كده الاقي حواليه الكتل. هو كله طالع من مديول واحد. ولما تيجي تعمل لاندسكيب هتلاقي اللاندسكيب بتاعه بالشكل ده، تمام؟ اللي هو ايه؟ تلاقي مثلا في بول هنا كده في النص ماشي، وبعد كده تطلع بحته تعمل فيها اعداد، وبعد كده تنزل، وبعد كده تكمل، وبعد كده تنزل كده كل دي. فيبقى كل ده مثلا بول كده في نوافير وفي اعداد طالعه فيه. ده ستايل. هتلاقوا اللاندسكيب بتاعه كده، والمباني بنفس الفكره. هتلاقوا مثلا مبنى شكله كده او شبه حرف ال ال كده، او مثلا عباره عن مبنى كبير كده طالع منه بوكس. او ان المبنى بتاعي مثلا يبقى شبه حرف ال ال، هي طبعا مش باينه. تلاقي في بوكس طالع منه كده. ممكن حتى دي تبقى طايره بالشكل ده ويبقى متشال على عامل. ممكن افضل الجزء ده خالص وخلي دي مكمله لجوه فتبان معايا. يعني السايد ده هو مش وحش، مش معنى انا عملت مستطيلات خلاص بقى المشروع كده بقى قليل ومش حلو بقى ده مستطيلات، لا مفيش الكلام ده. كل ستايل منهم لو يعني اشتغلت عليه كويس وجبت الداتا بتاعته كلها كويس، هتلاقي ان كل ستايل منهم بيطلع حاجات حلوه جدا، تمام؟ بس الفكره كل واحد بيشتغل بالستايل اللي هو بيبقى حابه، الحاجات اللي هو يقدر ان هو يشتغل فيها او يطلع فيها فورم كويس، تمام؟ طيب فده اول حاجه. لو انا اشتغلت بالمستطيلات هحاول اجمع داتا بالشكل ده، تمام؟ ان هو كل حاجه كده خطوط مستقيمه، سواء بقى في اللاندسكيب او في الكوتنج. لو هشتغل بالدوائر بالشكل ده فهتلاقوا برضه بيطلع البلان بتاعي حاجه عامله كده. طيب هي الكتله دي هو ده مول مبدئيا، يعني هتلاقوا الخطوط بتاعته كلها اللي هو الفري فورم اللي انا قلت عليه من شويه، ان هو هنا واخد فيلت في الاول وبعد كده يمشي بيه وبعد كده هناك في فيلت، تلاقي الكتله مش منتظمه. بس بغض النظر دي لما تضيفها هتبقى شكلها حلو. طيب ده يعتبر حاجه زي فري فورم او ممكن يتقال عليه اورجانيك. بغض النظر انت لما هتيجي تحدد اي ستايل انت هتشتغل فيه، انت هتجمع صور عشان تعرف تعمل لي اوت. طب بعد ما عملنا اللي اوت انا خلاص قلت مثلا ان هنعمل مشروع اهو. انا مثلا هخلي المدخل بتاعي من هنا، هاخد جزء كبير جدا من الباركنج اعمل فيه لاند سكيب فالناس تدخل منه، وبعد كده الاقي فيه اليبس كبيره كده واليبس ثانيه داخله فيها كده واليبس ثالثه هناك. دي احط حواليها المبنى الترفيه، ايا كان شكله ممكن يبقى متقطع وممكن يبقى كله على بعضه، وبعد كده حوالين الاليبس دي احط هنا مبنى، وحوالين دي احط المبنى بتاع الاستيبال. بيبقى في اكس، ثواني، بيبقى في اكس ماشي كده 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 بيلف حوالين المشروع كله. نعم. وانا ينفع ميكس من اتجاهين؟ يعني فري فورم مثلا. المهم في الاخر لما اجي ابص ما احسش ان الدنيا مفصوله زي اول صوره شفناها. لو هتحس ان الموضوع كله ماشي مع بعضه مفيش مشكله، تمام؟ طيب فانا ممكن خلاص هي دي البلازا الرئيسيه بتاعتي. انا قاعد هنا شايف كل ده، ساعتها طبعا الملاعب هنا هتبقى واضحه حرف ال.
دي بلازا رئيسيه وبعد كده بتمشي هنا في الاكس بتاعي بلاقي في بلازا قطعتها ممكن يبقى فيها هنا مثلا لاندسكيب هنا وهنا وبعد كده بكمل باجي عند البلازا الثانيه بتاعه المبنى التطبيقي فانا قدرت ان انا اقسم اللاندسكيب بتاعي بقى فيه كذا بلازا بقى فيه في كل حته اماكن للتفاصيل اللي انا اشتغل فيها تمام طب ماشي ده كده اللي قوي فهمنا الكتله وفهمنا ازاي نعمل ايه ازاي بقى املى اللاندسكيب طيب مبدئيا اللاندسكيب ده هو اصعب اسهل حاجه ممكن تشوفها في حياتك ليه لان اللاندسكيب هو عباره عن خطوط شكلها حلو هو زونينج في الاول وفي الاخر هو زونينج تمام يعني ما ينفعش مثلا ان انا اعمل خطوط شكلها حلو وافضل ماشي فيها الاقي نفسي طلعت من المشروع اكيد لا هو زونينج في الاول وفي الاخر كل اكس بمشي فيه بيوديني لحاجه سواء بقى بيوديني للكافيتيريا بيوديني للبول بيطلعني من المشروع فعلا بس بيبقى ليه هدف بس الخطوط بتاعه اللاندسكيب لازم تبقى شكلها حلو ولازم تبقى انسيابيه تمام طيب دي صعوبته في ان هو ان انا اعمل الحاجات دي بس السهوله بتاعته انك ممكن تخش على النت وتجيب تفاصيل يعني مثلا حاجه زي كده انا عندي اكس طويل جدا في المشروع وفي اليبسز اطعام طب انا ممكن اخلي ده الاكس بتاعي اهو انا اول ما ادخل الف كده 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 ويوصلني للاخر فممكن اخد الفكره دي زي ما هي اطبقها عندي والاليبسز ابدا اكملها طب انا الاليبس دي مش عارف اكملها منين تقلب على النت تاني هتلاقي واحده تانيه فيها اليبس فيها ممشى هو بيعديني للناحيه التانيه وفي ممكن في وسط المايه كده حاطط لاند مارك مثلا حاجه عاليه كده عمود نور اي حاجه بفضل يبقى حاجه احسن وفي جزيره في النص فيها نخلتين فانا اللاندسكيب هو صعوبته في انك تبداه لكن انك تخلصه سهله هتجيب شويه صور من على النت وهتبدا تجمع حاجات ينفع تتحط عندك وتبدا تحطها تمام هو اللاندسكيب زي ما قلت لكم هو الصعوبه اللي فيه انك مش عارف تعمل خطوط اصلا يعني هو سهل ان انا اعمل مثلا مسار هيودي انا خلاص انا فهمت الدنيا هو في بلازا وفي مسار تاني بيوديني لكل حاجه جوه بقى كل دايره بدور فيه ايه انا مش عارف بالظبط فهتبقى بتاخد تحط لما اشتغلت مع دكتور محمود طه كان بيبقى مثلا عنده مشروع زي ده بنعمل ايه؟ بيقول لي اعمل حاجه اسمها موف جوينت بتجمع شويه صور للستايل بتاعك الصور دي انت بتجمعها وانت فاهم انت بتجيب كل حاجه ليه انت متخيل خلاص ان ده المشروع بتاعك فانت عايز حته صوره كده تلاقيها على النت تنفع تبقى حوالين المبنى يعني في وسط المبنى الترفيهي عايز حاجه تانية تخليني اعرف امشي في المشروع بتاعي عايز حاجه ثالثه اليبس تخليني اخش من المشروع فيبقى فيه مدخل تمام فانت بتجمع صور كل صوره منهم تنفع تتحط في مكان عندك في المشروع وبعد كده بعد ما بجمع الصور دي للدكتور او هو ساعات كان بيقعد يقلب في الكتاب وبيطلعهم وبعد كده بنصورهم وبعد كده بنجمعهم على الفوتوشوب وبنلزقهم جنب بعض كده وبعد كده الدكتور بيطبعهم ويبدا يصمم عليهم فبيبقى عنده حاجه يشتغل منها محدش بيبدا لاندسكيب من الزيرو الا لو كان زي دكتور طارق هو اصلا مكتب لاندسكيب بيعمل ايه المشروع بيجي له خلصان يعني مثلا المشروع ده احنا عملنا اللاندسكيب هو حلو بالنسبه لنا صح العميل بقى بيحس ان اللاندسكيب مش قوي فبيقوم واخد المشروع زي ما هو كده بعد ما خلص يوديه للدكتور طارق فالدكتور طارق بيعمل ايه بيطبع المشروع كله وبس بيمسح اماكن اللاندسكيب ويبدا يصمم اللاندسكيب من الاول تمام يعني هو مش عاجبه مثلا الاليبسز الموجوده دي يقول لك لا طب ما احنا ممكن ناخد حاجه ثانيه مش عايز بس ابوظ الدنيا يعني ويبدا يصمم اللاندسكيب من دماغه هو بيصمم لاندسكيب على اساس ايه دي حاجه هتتنفذ فبيصمم لاندسكيب على اساس حاجات هو هيشتريها فيقول له مثلا احنا في المكان ده هنجيب برجوله بالشكل ده وسعرها كذا وفي المكان ده هنعمل البحيره طبعا كبيره جدا هتبقى مكلفه فاحنا هنصغرها فلما تصغر هتبقى شكلها وحش فنحاول نعمل لها شيب جديد في المكان ده هنحط الشجر الفلاني هنجيب نخله هنعمل فبيبدا يدرس الموضوع بشكل تنفيذي فبيعمل لاندسكيب يتنفذ وفي نفس الوقت يبقى شكله حلو تمام فاحنا مش هنوصل للكلام ده احنا مش بنشتغل لاندسكيب احنا كل اللي احنا عايزينه ان يبقى فيه فيو حلو للمشروع وفي نفس الوقت يبقى لامي من المشروع كله سواء في اللي اوت او في السيركليشن اللي هي الاكسس والبلازا اللي احنا قلنا عليها تمام طيب فخلاص احنا كده وصلنا ان احنا عملنا اللي اوت
التفاصيل بتاعت اللاندسكيب هنجيبها كلها من عندك. الفكره كلها انك تجمع صور حلوه. يعني ايه؟ واحنا هناخد الفايل في الحاجات دي ولا في حاجات زي كده؟ في كتاب انا مش فاكر اسمه. مع زبط وطارق. اسمه ايه؟ هو اسمه 100 وحاجه كده. ايه؟ طيب كله صيني. هو اهو هتلاقوا كله صيني كده وسكتشات بالقلم بالشكل ده. فدي حته لانسكيب اهي. انت بتبقى مش عارف تعمل فيها ايه؟ بتشفيها. تمام؟ هو هنا بقى حللها ازاي؟ ان هو انت هتمشي كده وبدل ما انت ماشي على طول تقوم عامل حوده معينه وتقوم ماشي كده، البلاطه هنا مختلفه عندي، البلاطه هنا مربعات ونكملها بعد كده. ثواني طب يا جماعه عشان نخلص دي وبعد كده هنمشي. تمام؟ وبعد كده وهو ماشي عشان ما يلفش على الفاضي كده ما يحسش بالملل فراح عامل له هنا بول صغير كده ممكن يبقى فيه نافوره. تمام؟ فهتلاقوا في الصور دي شويه تفاصيل ممكن تستخدموها. حاجه زي كده. دي مثلا تنفع المدخل بتاعي انا في الاول. اول لما ادخل المشروع سواء دخلت من هنا او من هنا هتلاقي في جلازه كده اللي بتوزعك على المباني. طيب الجلازه دي وانت ماشي الموضوع ممل جدا، تقوم عامل لك هنا نافوره كده تقول كده في نوافير وانت داخل تبص عليها، والناحيه الثانيه في شجر عشان تظلل عليها. بعد كده الممشى وانت ماشي كده تلاقي في حته ميه كده اتقسمت وبعد كده لفت حوالين الدايره اللي هي النود بتاعتك او الجلازه، وفي وسط الجلازه دي في نافوره حواليها شجر. كل التفاصيل انت لو انت مش عارف لاندسكيب او لغايه سنه رابعه يا جماعه مش هتعرف تعمل الكلام ده لوحدك. فالحل انك تفضل تنقل صور بتفاصيلها. يعني هو لما انت تيجي تشتغل مثلا انا قلت ان النود دي بتاعت المدخل. طب انا ما شرحتش فيها ايه؟ ولو قعدنا عملت لها تفاصيل مش هي دي كلكم هتعملوها. فاهمني قصدي؟ فانت هتبقى بتجيب التفاصيل من هنا. تمام؟ بس الفكره كلها انك تختار حاجات مكمله مع بعضها، يعني انت بعد ما عملت دي الاكس ده المفروض ان هو مكمل. فتجيب حاجه ثانيه تنفع تركب عليها وتكمل الاكس بتاعها. تمام؟ ده الستايل الثاني اللي هو الفري فورم. هتلاقي كده الفول شكله غريب جدا كله فيلت وحاجات كده في النص يعني. ده المستطيلات. وده اخر حاجه اللي هو الكيرفس. حتى لو بصيتوا هنا هتلاقوا بص الاكس بتاعنا فين؟ الاكس بتاعنا جاي من الشارع كده ومشي كده من تحت المبنى دي لغايه هنا لغايه في المشروع كله. لما جه هنا بقى في بلازا بتخليني اخش في المنطقه دي. تمام؟ طيب وبعد ما جيت هنا في ملعب اهو وبعد كده بلاقي في اكس تاني فرعي، بس ايه الاكس الواضح اللي موجود عندي؟ هو ده. مش عاملها منين؟ حاجه. طب ايه هي عناصر اللاندسكيب؟ هما ثلاث حاجات بيتقسموا الاول لحاجتين، حاجه اسمها السوفت سكيب والهارد سكيب. خدتوا الكلام ده صح؟ ما قلتوش طارق. طيب السوفت سكيب اللي هو الشجر والميه والكلام ده كله، والهارد سكيب اللي هو الطواليت اللي بمشي عليها. تمام؟ في حاجه كمان بس دي مش هتفيدكم بقى اللي هي الاضاءات. طبعا مفيش اضاءات في المشروع عندكم يعني، بس دي لو هنشتغل لاندسكيب حقيقي هتنفذه دي بتبقى الحاجه الثالثه الاضاءه، دي اهم حاجه في المشروع اصلا. تمام؟ فهتبقوا انتوا بتدوروا على حاجات سوفت سكيب وهارد سكيب وبتبداوا تستخدموها في مشروع عندكم. تمام؟ حد عنده اي اسئله؟